الحمد لله رب العالمين. مبروك لجماهير الاهلي العظيمه، مبروك لعشاق النادي الاهلي بكل مكان، مبروك للنادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. الاهلي بطلا لافريقيا للمره ال11 في تاريخه، ليله حمراء في مركب محمد الخامس على حساب الوداد البيضاوي. كابتن علاء ميهوب، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا ايمن. الحمد لله، وبطوله غاليه جدا جدا جدا، واللون الاحمر النهارده برده هو اللي كان موجود في الملعب، هو اللي كان كاس الملعب النهارده، حتى مهما كان ان ده هو كان الوداد، لكن هو اللون الاحمر اللي في الاخر الحمد لله رب انتصر. الحمد لله، مبروك. بطوله صعبه جدا جدا جدا، صحيح، بس اللي كان عنده بعد النظر او اللي كان متفائل شويه يقول بعد سان داونز والهلال، ايوه، الاهلي هياخد البطوله دي مع الصعوبات دي، لكن رجاله هو ده النادي الاهلي. الف الف مبروك. الحمد لله كابتن اسامه، الف الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن ايمن، مبروك للمستر كولر، للعيبه، للجهاز الفني، الجمهور العظيم. اما لسه طبعا، ما لسه الجمهور، مجلس اداره بخدمه كابتن محمود وكل اعضاء مجلس اداره وكل محبين النادي الاهلي، وطبعا اهداء خاص لجماهيرنا اللي كان عندها امل حتى بعد الهدف لما دخل فينا لغايه اخر 10 دقايق ولا ربع ساعه قبل الهدف، في اخر ربع ساعه احساس ان في جون جاي. فالحمد لله بطوله غاليه جدا، وفعلا بعد مباراه الهلال وصن داونز، لان كانت اصعب موقف، لان الموضوع ما كانش في ايدك، اللي هو ماتش الهلال وصن داونز. بعد ماتش الهلال وصن داونز ومن بدايه مباراه الهلال في القاهره، النادي الاهلي كان مرشح الاول وبقوه، صحيح، للحصول على اللقب. فالحمد لله، توفيق ربنا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الامور كانت يعني كلها جايه في توقيتها، وربنا جاب الهدف في توقيت الحمد لله فرح بيه جمهور النادي الاهلي. الحمد لله كابتن اسامه، الف مبروك. كابتن احمد بلال، صحه توقعاتنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كابتن، الحمد لله، الحمد لله، كرم كبير ربنا من ربنا سبحانه وتعالى. كابتن ايمن، عشان الناس كلها تحترم النادي الاهلي، حتى لو ما بتشجعوش لازم تحترم النادي الاهلي. النادي الاهلي بيجبرك انك تحترمه بره ملعبه او بره ملعبه او جوه ملعبه، لازم تحترمه، لازم تعرف ان النادي الاهلي هو البطل. واحده كمان عشان هم كسبوا. الحمد لله رب العالمين. ممكن ما تشجعش الاهلي، ايوه، من حقك، أيوه، لكن غصب عنك هتحترم. صحيح، غصب عنك هتحترم النادي الاهلي، لانه صاحب الانجازات. النهارده بطوله في ملعب صعب، قدام حكم صعب، قدام جمهور صعب، بطوله صعبه، في بطوله صعبه، صحيح، في المغرب، واحنا عارفين مين المغرب ومين بيدير الكره في المغرب، والاتحاد الافريقي علاقته ايه بالمغاربه، مش هنتكلم كتير في الحته دي. ولكن انك تروح تاخد البطوله والناس كلها بتقول ان الاهلي رايح يتغلب، صحيح، ده لازم ترفع القبعه للاهلي. بتفكرني بالبطوله بتاع الصفاقسي، بس تقريباً. الاجواء اصعب برضه، الاجواء هنا اصعب بكتير جدا، اصعب بكتير جدا جدا جدا، اجواء صعبه جدا، صحيح. انت كل العالم بيقول، الناس كلها راح تحتفل بالوداد المغربي النهارده، كل الناس راح تحتفل. يعني انا بقول يا جماعه، يعني مبروك فعلا، بطوله الحمد لله رب العالمين يستحقها الاهلي حقيقي. الحمد لله فعلا يستحق هذه البطوله. كفاح غير عادي، صبر غير طبيعي، انت بتتحارب، مش عايز اقول بتتحارب، انت هنا من جوه ومن بره، كل مكان انت بتتحدى كل بتتحدى كل حاجه، ومع ذلك الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر توجك من فضله وكرمه عليه. الحمد لله، عشان كل الناس، كل اللي بيقول لك طب الاهلي ليه، طب الاهلي ماله، صح، الاهلي اهو لما بياخد فرصته الحقيقيه، صحيح، بيثبت ان هو الاهلي اللي فوق الجميع فعلا. وعدينا من الضغط والقلب والصبر، الحمد لله احنا كابتن. الحمد لله، والله الحمد لله. كابتن سامح حسني، الف الف مليون مبروك. اديني حق، انا توقعاتي صح الحمد لله رب العالمين. انا اللي قلت واحد واحد. والله انا قايل واحد واحد بقالي 3 4 سنين. خلي بالك، ومحمد عبد اول ما الركنيه جت قلنا منعم معلول لعبد المنعم على القريبه، كاننا رجعنا بذكريات مباراه الرجاء. ايوه بالظبط. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته. النادي الاهلي هو الحاجه الحلوه في الرياضه المصريه، هو الفرحه. النهارده شوف الملايين في الشوارع، شوف الملايين على السوشيال ميديا، شوف الدعوات كلها، وقلوب الناس كلها مع النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي هو صانع الفرحه في الرياضه المصريه. لو عايز الخص عنوان للمباراه النهارده كابتن ايمن، او للبطوله دي خاصه بعد البطوله اللي فاتت، السنه اللي فاتت، ان اراده ربنا سبحانه وتعالى فوق اراده البشر. السنه اللي فاتت الناس مكرت بيك وخبوا الجواب، ورحت هناك في ظروف صعبه، يا شاء القدر وتخسر البطوله السنه اللي فاتت، يا شاء القدر ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الاقدار مره اخرى في نفس الملعب، في نفس الملعب، مع نفس الفريق، سان داونز الفريق المرشح، الفريق الفريق المرشح رقم واحد البطوله، سان داونز يخرج، وربنا يهيئ الظروف، يجيب الوداد و
ويجيب الاهلي في نفس الملعب علشان تبقى رساله للناس السنه اللي فاتت البشر الظلم. اللي خبوا الجواب علشان ربنا يقول لهم لا، اراده ربنا سبحانه وتعالى فوق اراده البشر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. احنا عايزين ناخد السيلفي بتاعه البطوله يا كابتن اسامه شويه كالعاده. انا لا كده ناخدها، لا لازم ناخد دلوقتي حالا، لازم ناخد السيلفي دلوقتي. بس كابتن ناصر، كابتن ناصر بس ممكن نادي عليه عشان كابتن ناصر لو سمحت ناخد بس سيلفي باذن الله رب العالمين، سيلفي البطوله ان شاء الله. احنا جاهزين؟ جاهز يا اسامه ولا انا جاهز؟ الكابتن ناصر جاهز؟ جاهز يا كابتن ناصر؟ طيب لما كابتن ناصر يجي، طيب لما كابتن ناصر يجهز ماشي. فيشاء القدر ربنا سبحانه وتعالى يسخر الاقدار ان يجيب الوداد ويجيب الاهلي في نفس الملعب. صح. السنه اللي فاتت والكابتن محمود الخطيب يقول الكلمه الشهيره بتاعته قدام انفنتينو قدام متسيب رئيس الاتحاد الافريقي، اتس نوت فير، دي ما كانتش العداله. ربنا لما هيئ العداله، شوف النادي الاهلي النهارده بطل لدوري ابطال افريقيا للمره ال 11 وبيصنع تاريخ. صحيح. يعني حاجه بيبتعد عن كل هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. ومش عايزين ننسى برضه نشكر اطهر الطاهر، اطهر الطاهر اللي معاه المفتاح الاهلي يا كابتن اسامه ملك افريقيا طبعا. وناخد السيلفي وبعدين نفرح بقى. يلا يا كابتن، اتفضل يا كابتن ناصر. احنا قلنا ناخد سيلفي، سيلفي كل بطوله افريقيه. مفيش حالات بقى النهارده صور وكده؟ لا حالات، احنا بس عشان النهارده قلنا للكابتن ناصر. عايزين بس عشان كابتن ناصر يا اسامه، طب اسامه بس الاول كابتن اسامه. مبروك يا حبيب قلبي، مبروك يا كابتن ناصر. احنا بس عايزين نوضح بس نقطه بس مهمه لاسامه. كابتن اسامه السيلفي ده مش بس في البطولات، البطولات ولما مبروك ولما بنكسب الفرقه الخمسات فرحه حلوه. وكلنا كنا متفائلين على فكره، يعني حتى من الاسبوع اللي فات النبره بتاعتنا غير النبره بتاع السنه اللي فاتت. كسبانين 2-1 في ملعبنا، لعيبتنا كانت طالعه زعلانه، هي كانت طالعه زعلانه عشان حست بان الجول ده ما كانش لازم يدخل. ولكن اللقطه دي مع لقطات كتير جدا في السنه اللي فاتت، سوري، من ماتش سان داونز، هي اللي جابت البطوله. انا ده مباشر مش كده؟ ده مباشر من ده منذ قليل في مركب محمد الخامس. دي الاجواء في مباراه اليوم في النهايات، يعني لما النادي الاهلي، وادي الفرحه، مجلس اداره النادي الاهلي والفرحه الكبيره بالفوز بالاميره الافريقيه. تستحق النادي الاهلي، تستحق جماهير الاهلي العظيمه، كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، الف مليون مبروك. ظلمنا السنه اللي فاتت ولكن ربنا عوضنا السنه دي، ربنا عوضنا السنه دي، عوض جماهير النادي الاهلي العظيمه عن اللي حصل. طبعا اللي معانا مباشره دي كاميرا النادي الاهلي بعد المباراه وبعد الفوز بالبطوله. احمد عبد القادر بيوزع الفانيلات على جماهير الاهلي العظيمه، قلنا لحضراتكم ان صوتها كان مسموع خصوصا بعد جول النادي الاهلي، هدف التعادل بتاع محمد عبد المنعم. وفاز بالبطوله من يستحق، فاز بالبطوله من يستحق. وده اكبر رد على المشككين اللي شككوا في صعود النادي الاهلي لدور الثمانيه. الحمد لله رب العالمين، النادي الاهلي اثبت ان هو الكبير، هو الزعيم، هو سيد اسياد افريقيا. خلينا مع اللقطات دي من ملعب المباراه، نتفرج على اللقطات الجميله بين لعيبه النادي الاهلي وبين جمهور النادي الاهلي العظيم. كابتن علاء، فرحه جميله تحكيد، مفيش احسن. ما كانش عندك ادنى شك ان احنا؟ لا 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 خلص. ولا انا والله العظيم خالص، الحمد والله لله. العظيم ولا انا، ما انا بقول لك يا ايمن، السر كان عندي ضربه الجزاء الهلال مع سان داونز. بس نقطه التحول دي، دي مش نقطه التحول، ده مفتاحك للبطوله. سيبك بقى من اللي حصل بعد كده، انا خلاص، هو اللي حصل ده انا بالنسبه لي خلاص كنت على، الحمد لله كنت على يقين تام ان البطوله دي هتروح للاهلي. تلعب في المغرب، تلعب في اعمل اللي عايز تعمله. البطوله دي اختارت الاهلي السنه دي، لان هي اختارت الاحسن الحمد لله،
وفعلا النادي الاهلي هو الاحسن بجماهيره الجميله الموجوده دي. طبعا النهارده مش عايز اقول لك على الجماهير في مصر عامله ازاي، اكيد طبعا، لكن هو ده 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 ده, ده, ده النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، الحمد لله على نعمه النادي الاهلي وعلى البطولات اللي بيجيبها النادي الاهلي والفرحه اللي بيعملها النادي الاهلي لجماهيره. طبعا فرحه كبيره جدا للعيبه اللي كانت مضغوطه ضغطه مش طبيعيه طبعا، خسرنا البطوله والبطوله بترجع تاني الحمد لله رب العالمين طبعا. الف الف بس هم اللعيبه دي تستاهل فعلا. والله استاهلوا بجد، استاهلوا بجد البطوله، تعبوا جدا وضغطوا جدا، لكن هو ده معدل لعيبه النادي الاهلي. الف 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 مبروك للنادي الاهلي ومزيد كاس البطوله يا كابتن، مزيد البطولات ان شاء الله يا رب. كهربا طبعا هياخده، مش هيديه لحد تتويج فيه يعني. احنا عدينا مراحل التتويج، فدي اللقطات اللي جايه لنا حصري من هناك في كاميرا قناه النادي الاهلي. ياسر طبعا فرحه كبيره جدا، لان البطوله غاليه جدا. ملعب محمد الخامس في المغرب يعتبر دلوقتي من اصعب الملاعب الموجوده في افريقيا. كان زمان ملعب رادس ترجي، وكان يواجه الترجي وياخد بطوله من تونس، كان بالنسبه له امور صعبه. معانا الصوت من الملعب يا كابتن اسامه، فرحه اللعيبه بالبطوله والتتويج طبعا ليهم الحق. تستاهل نتعب علشانها، وكمان تستاهل نضحي علشانها. الجماهير اللي تلاقيها معاك على المره قبل الحلو، الجماهير اللي تقول لك حاسين بيك وعارفين انك قد اي تحدي علشان انت الاهلي. لو لفيت الدنيا كلها تلاقي فين زي جمهور الاهلي. جميله ومزدوجه طبعا بين اللعيبه وبين جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هناك. طبعا مش عايزين نتكلم كمان، لو احنا عايزين نتكلم جماهير بقى النادي الاهلي العظيمه في كل مكان، يعني جاي لنا تهنئه من جميع انحاء العالم للنادي الاهلي العظيم بالبطوله. بطوله تحس ان الجماهير من ساعه ما دخلنا البطوله دي وهي بتقول البطوله دي بتاعت النادي الاهلي، حتى في اصعب الظروف بعد ماتش الهلال وبعد ماتش سان داونز قلنا ان ربنا هيكتب لنا البطوله دي، وده اللي حصل فعلا. نادي الاهلي هو الكبير، نادي الاهلي بالارقام اخر اربع سنين في نهائي افريقيا خد منهم ثلاث بطولات. الكلام ده حصل يمكن كباتن يفتكروا ايام مستر مانويل جوزيه 2005 2006 2007 2008 تمكن نادي الاهلي من الاحتفاظ بيها ثلاث مرات او الفوز بيها ثلاث مرات وخسرناها مره واحده. ولكن خلينا نفتكر تاني ان السنه اللي فاتت لما خسرناها ما كانش فيه ابدا تكافؤ للفرص. مباراه اتعملت مباراه واحده في مركب محمد الخامس، وربنا اراد النهارده ان هو يرد اعتبار النادي الاهلي في نفس الملعب مع نفس الفريق في نفس البطوله. كابتن اسامه، يعني نادي الاهلي يستحق.
اه طبعا يستحق عن جدارة وعن استحقاق. اه طبعا انا قلت لك الاهلي الفتره الوحيده اللي كانت هز فيها شويه هي دوري المجموعات، لكن النادي الاهلي من ساعه مباراه الهلال السوداني هنا في القاهره ثم مباراتين الرجاء ثم مباراتين الترجي ثم اخيرا مباراتين الوداد عن جدارة واستحقاق في كل مره وكل مرحله بيعدي فيها لغايه لما وصل النهارده للتتويج. ف أداء مستقر في معظم الماتشات، يعني النهاردة ممكن ما يكونش في أحسن حاجة بس ده النهايات كده، حتى الوداد نفسه ما كانش في أحسن حالة والفرص قليلة هنا وهنا، الأهلي قدر يستغل وهم قدروا يستغلوا، لكن في مجمل البطولة وفي مجمل الماتشات النادي الأهلي يستحق عن جدارة واستحقاق. وسنة زي ما أنت قلت السنة اللي فاتت حظنا السيء إن لعبنا مع الوداد في ملعبه في مباراة واحدة، فمبروك. وزي ما انت بتقول كل الناس بتهنينا من كل مكان، يعني انا التليفون ما بيقفش بس احنا طبعا عاملينه سايلنت من كل مكان والله. يعني بص يا كابتن اللقطات طبعا من مراسم التتويج، وطبعا لعيبة النادي الاهلي والفرحة الكبيرة، لقطات جميله جدا، لقطات تاريخيه. اه طبعا لقطات تاريخيه، فرحه غير عاديه. البطوله الرابعه المستر كولر هذا الموسم مع النادي الاهلي. اه ما شاء الله، هو كده خد كل البطولات، كل البطولات اللي دخل فيها ما شاء الله، والخمسه بتناديه او بتنادي النادي الاهلي. اه طبعا السوبر كمان هتبقى ان شاء الله في المتناول، فهو والدوري الدوري ان شاء الله. ما انا قلت لك الدوري ان شاء الله، ان شاء الله رب العالمين باذن الله رب العالمين باذن الله الدوري محسوم، وكاس العالم للانديه المره التاسعه ان شاء الله برضه ان شاء الله رب العالمين. بس انا بتكلم على الدوري ان شاء الله باذن الله محسوم، وان شاء الله السوبر النادي الاهلي هيبقى فرصه اكبر من فرقه كسبت الكونفدراليه اتحاد العاصمه. اتحاد العاصمه طبعا الماتش مش هيبقى سهل، لكن الاهلي ان شاء الله فرصه اكبر لانه خبراته وتاريخه اكبر. فمبروك للنادي الاهلي وجماهيره ولكل من ينتمي ليه. الحمد لله فوز جف في وقته يعني. الحمد لله رب العالمين. كابتن بلال العلامه الكامله حتى الان الحمد لله بدايه الموسم حتى الان. الحمد لله طبعا، الحمد لله موفق، الحمد لله مستر كولر. يعني في البدايه ما كانش عارف الاجواء بتاعت افريقيا، يعني كابتن اسامه كان بيتكلم على دوري المجموعات، او ما كانش عارف الاجواء بتاعت افريقيا هتعمل ايه بره، الاجواء الحر، السفر، الصعوبات، الحكام، الملاعب، كل دي طبعا محتاجه انك تتعود وتتأقلم وضع طبيعي هتاخد وقت، وامتى تضيع في وقت بقى، وامتى تلعب تهاجم، وامتى تدافع، والحاجات دي كلها برضو خد بالك لان الاجواء مختلفه مش زي اوروبا. اوروبا بتلعب في هولندا زي ما بتلعب في اسبانيا، الامور صحيح. يعني زي بعضها ما فيهاش اختلاف، لكن هنا الاجواء مختلفه تماما. وقت تسافر تلعب ماتش وترجع تلعب ماتش تاني في الدوري العام، وبعد كده تلعب في كاس العالم للانديه، وبعدين ترجع على بطوله الدوري على بطوله الكاس، يعني عارف الدايره اللي على طول فيها النادي الاهلي بسبب كثره البطولات. صحيح. جدا حاجه مهمه جدا، يعني او قرار مهم اتخذه مجلس الاداره يعني وجهه نظر الشخصيه بعدم اللعب في البطوله العربيه، ده كان طبعا قرار صائب جدا طبعا جدا جدا، لانك كنت هتخش ساعتها في يعني في اجهاد غير طبيعي غير عادي بمنتهى الامان، فده كان في التوقيت ده قرار صائب جدا 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 مجلس الاداره. مستر كولر اجاد مع النادي الاهلي، وفق مع النادي الاهلي، وبتبقى انت ساعات التروس لما بتركب على بعضها بتدي ناتج حلو، وانت بتبقى محتاج كمان مدرب يبقى موفق معاك. انا ممكن العب على فكره، ممكن اروح العب في نادي تاني بس ما بقاش موفق معاه، وبتحصل مع لعيبه ومع مدربين كتير، يعني في مدربين يروحوا انديه يبقى مش موفق معاه، ويروح نادي تاني تلاقيه موفق معاه والدنيا ماشيه زي الفل. صحيح. هو الحمد لله هو مدرب جيد جدا طبعا، يعني مدرب كويس، خد بالك مش هو اللي ماشي مع الاهلي، خد بالك. أيوة. يعني قصدي يعني عارف. أيوة. العكس طبعا قصدي. هو حظه حلو بيدرب النادي الاهلي. صحيح. مدرب جيد طبعا، لكن انت مع الاهلي عندك اسلحه كتيره جدا يا كابتن. صحيح. انت مع الاهلي عندك حظوظ كتيره جدا جدا جدا، انت مع الاهلي عندك امكانيات كتيره جدا جدا، انت مع الاهلي معرض انك انت خد بالك انت ممكن تعمل ريستارت للكارير بتاعك مره ثانيه مع النادي الاهلي. مدربين بيجوا هنا النادي الاهلي ياخدوا بطولات، يعني ممكن ما يكونش حد سمع، ممكن يعني ما يكونش حد يعرفهم. صحيح. بيتالقوا بعد كده بيبقوا ارقام خياليه، فالنقله بتبقى كبيره. مش بتكلم على الراجل ده تحديدا، لكن انا بتكلم على كل المدربين. صحيح. اللي جم النادي الاهلي. ليه يا كابتن؟
لانك انت ما بتخرجش خالي الوفاض في السيزون، ما بتخرجش كده يعني لازم مفيش. مكسب لازم تاخد بطوله، لازم تاخد بس حاجه. بس عايز اقول لك حاجه، هو اليوم النهارده من اوله هي بطوله كبيره، بطوله عظيمه، حتى الكاس نفسه وسام بيضحك، عارف الكاس نفسه ما قدرش يبعد عن النادي الاهلي اكتر من سنه. طبعا النادي الكاس عايز يرجع لدولاب النادي الاهلي. اسامه يوم حلو من اوله لاخره الحمد لله. وعلى فكره معظم ايام الاهلي النهارده الاهلي البطوله ال11 بطوله الافريقيه منهم 6 بطولات من خارج ملعبك. مزبوط. من بره صح، من سنة 82 الجيل الذهبي لقص الشريط و2006 و2008 و2012 و2020 كان برضو المباراة في ملعب مركب محمد الخامس الفريق الجنوب أفريقي وقتها. والنهاردة دي البطولة ال11 وال6 خارج ملعبك كايزر شيفز. 4-1 ملعب مركب محمد الخامس من اصعب الملاعب اللي تلعب عليها في افريقيا. فانت النهارده لما تجيب بطوله زي دي من المغرب من جماهير الوداد خاصه، والاجواء كمان اللي عملها الاعلام الاهلاوي كانت خلقت روح ايجابيه في التعامل هنا. بعد الماتش اللي فات مجلس اداره النادي الاهلي والناس القائمين على الكوره، وكانت الناس متوقعه ان هيعملوا شكوى في الاتحاد الافريقي وفي التحكيم ونبدا نشتت اللعيبه. لا، كان في خلق روح ايجابيه، ازاي خلق تركيز صح. علشان تشوف النهارده في اصرار. انت لو ماشي في الشارع الاهلاوي وبتقابل اي حد تقول له البطوله، يقول لك ان شاء الله الاهلي قادر ان يرجع بطوله صح. واحنا قاعدين بنتفرج عندنا احساس داخلي كل واحد صح. ان الاهلي هيتعادل دلوقتي ان شاء مزبوط. الله. والاحلى من كده كمان محمد عبد المنعم وعلي معلول الاثنين اللي تسببوا بقى في الهدف في مصر هنا ونالوا يعني جزء كبير من الانتقاد. علي معلول النهارده بيرفع الكوره ومحمد عبد المنعم بيسجل، فالاثنين النهارده برضو يعني بيصلحوا الخطا اللي كان في القاهره وبيهدي كمان الفوز النادي الاهلي. البطوله دي يا كابتن ايمن يعني الاحداث هرجع واكررها تاني، الاحداث اللي حصلت السنه اللي فاتت ما كانش احداث سهله بالمره على النادي الاهلي صحيح. ولا جماهير النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي. الظلم الكبير اللي اتعرض ليه النادي الاهلي وبدات تنكشف الحقائق بعد كده، وواحد خبى جوابه علشان يبعد النادي الاهلي، ويشاء القدر ان تاني سنه واحنا كنا بنتفرج وكل الناس بتتفرج على البطوله الافريقيه المرشح رقم واحد سان داونز، احسن كوره، كوره ممتعه، كوره اوروبيه، كوره سريعه، لكن ربنا هي الاقدار ان يجيب لك الوداد والاهلي في نفس الملعب علشان الاهلي يفوز بالبطوله في نفس الملعب قدام جماهير الوداد وقدام المسؤولين، علشان ربنا يرد حق واعتبار النادي الاهلي مره ثانيه ليه، ويوصل الرساله ان ربنا مهما بيمكر الناس ربنا يعني ويمكرون ويمكر ان يمكر الله والله خير مكرين والله خير، ولكن حافظ الايه المشككين المشككين لا ده انت وهزازي الرؤوس. بص تعالى بقى الاسبوع اللي فات، تعالى الاسبوع اللي فات ده بعد مش هقول لك هزيمه ولا تعادل، ده بعد فوز النادي الاهلي 2-1 ولسه ما زالت فرصك قائمه، يجي مجموعه من هزازي الرؤوس دايما يشككوا في النادي الاهلي، دايما يشككوا في تاريخ النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، دايما بيدعوا المظلوميه، ودايما المقوله بتاعتهم ان النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم وبيكسب بامور اخرى. مجموعه هزازي الرؤوس دول خلال الاسبوع اللي فات بيحتفلوا كان النادي الاهلي خلاص خرج من البطوله. فاكر فيلم اشاعه حب يا كابتن ايمن؟ كابتن ايمن معايا؟ فاكر فيلم اشاعه حب؟ اه طبعا. عبد المنعم ابراهيم لما لما قال له ادفع نص عمري واشوف فين درستم، انا دلوقتي اقول لك ادفع عمري واشوف هزازي الرؤوس دلوقتي هم قاعدين بيتكلموا ازاي عن النادي الاهلي. مش هم بس، لا في بعض المشككين اللي طلعوا في الاعلام وشككوا في النادي الاهلي، لكن النهارده طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى في البدايه. حاجة التانية لما تتعرض لمطب جامد قوي يا بلال وانت في البطوله وبتخسر بنتيجه تقيله جدا من سان داونز ويحصل عندك هزه. كابتن اسامه معلش اقطعك ثواني، طبعا مبروك للنادي الاهلي، وزي ما قلنا التهنئه من جماهير النادي الاهلي العظيمه، والتهنئه الاكبر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الاهلي والجماهير المصريه بالفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا لكره القدم، مشيدا بالانجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطوله
للمرة 11 وموثنيا على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز. وأعرب السيد الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات الرياضية المصرية في مختلف الألعاب والبطولات. تهنئة تهنئة عظيمة وفوز فوز عظيم، وتهنئة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يا كابتن أسامة. وهو ده النادي الأهلي، النادي الأهلي دايما اللي احنا بنقول بيرفع اسم مصر في كل المحافل. بنشوف ان شاء الله النادي الأهلي هيكون موجود في كأس العالم للأندية، هتكون مقامة في السعودية وهيرفع علم مصر مرة أخرى. فهو النادي الأهلي هو الفرحة، هو اللي هو الحاجة الحلوة في الرياضة المصرية. ومفيش حد راح كأس العالم للأندية غير النادي الأهلي. يعني مش هيروح، هو أصلا اللي بيروح. الحاجة الثانية يا كابتن أيمن، في البطولة وقت الصعب بيبان معدن اللعيبه، بيبان صح. معدن الاداره ازاي بتفكر. طبعا قبل ده كله توفيق ربنا سبحانه وتعالى في مباراه صن داونز، وحصل عندك وقتها يعني صح. مطب صعب جدا. ازاي رجعت مره تانية وازاي لميت الفرقه، وكان بعدها مباراه القطن الكاميروني بعدها باربع خمس ايام او ست ايام، ورجعت ازاي عشان تستعيد لغه الانتصار، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وقف صح. معاك في مباراه اخرى كانت الهلال امام صن داونز، لكن انت اجتهدت وعملت طبعًا. اللي عليك طبعًا. ورغم صعوبة البطولة لكن ربنا حب يرد اعتبار النادي الاهلي مرة تانية في ملعب مركب محمد الخامس. بنشكر كل اللعيبة اللي ادت، بداية من محمد الشناوي كابتن الفريق، مروان بعلي لطفي، مصطفى الشوبير اللي وقف مباراة الاولى هنا في استاد القاهرة، كل اللعيبة ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، متولي، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كلها علي معلول، كلهم صراحة لازم تديهم حقهم. ديانج ومعلول، مروان عطية لأول سنة يلعب في النادي الأهلي وما شاء الله دخل يعني وثبت أقدامه وبقى واحد من العناصر الأساسية، وهيكون إضافة كبيرة إن شاء الله لمنتخب مصر إنه يلعب في الأجواء دي وهو جاي من نادي الاتحاد على النقلة الكبيرة. في لعيبة جت السنة دي أو جت في الانتقالات الشتوية جابت بطولتين ثلاثة في ثلاثة أربع شهور حقيقة، وهو ده النادي الاهلي. وما يعني فيش حد يعمل كده غير النادي الاهلي طبعا. انت ممكن سنه كامله ما تلعبش وتلاقي نفسك مجرد سجلت او لعبت تلاقي لك خدت لك اربع خمس بطولات صحيح. مش عايزين ننسى بقيه اللعيبه وعمرو السوليه وحمدي فتحي وقفشه ومحمد شريف ومحمود كهربا وبرستاو وحسين الشحات والبودله فكرني بالبودله عشان برضه واحمد نبيل كوكا وعلي لطفي ومصطفى شوبير، كل المجموعه كل اللعيبه كلها بصراحه، وكندوسي وقفشه ومحمود وطاهر محمد طاهر، يعني كل اللعيبه تستحق التحيه. ومن قبلهم الجمهور العظيم طبعا، جمهور النادي الاهلي اللي ظهر في مباراه الهلال وكانت مباراه عنق زجاجه وكسبنا فيها 3، عندك مباراه الرجاء اللي كسبنا فيها 2-0. تواجد جمهور النادي الاهلي السنه دي في كل البطولات كان ليه عامل مهم ويعني بشكل مؤثر وكبير. مبروك لاداره النادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لعيبه النادي الاهلي وكولر، ان شاء الله لا هيكون موسم استثنائي وهيحقق فيه العلامه الكامله. احنا السنه دي اربع بطولات ولسه ما زالت عندنا البطوله الخامسه ان شاء الله، يعني قريبه بنسبه 80% النادي الاهلي اقرب ليها ويكون موسم استثنائي. الحاجه الثانيه يعني كان التاريخ بيعيد نفسه، 2005 بالظبط، 2006 بالظبط، 2007 بتخسر البطوله بترجع 2008، فانت دلوقتي التاريخ بيعيد نفسه مع جيل النادي الاهلي عمله في سنه 2018 بيرجع يكون هو الفريق رقم واحد في افريقيا وبيحصد بطولات افريقيا. ومبروك للنادي الاهلي بطوله 11. فرحه جميله وفرحه كنا منتظرينها. ولما كنت بتقابل اي حد من جماهير النادي الاهلي، لما كنت بتكلم معاه من فتره كبيره جدا يمكن من ساعه ما بدانا البطوله الافريقيه، يقول لك البطوله دي بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي. حتى بعد ماتش الهلال وبعد ماتش صن داونز يقول لك البطوله دي بتاعتنا. لما دخلنا في الاجواء اللي بعد كده والادوار الاقصائيه، على فكره الادوار الاقصائيه النادي الاهلي ما خسرش فيها من ساعه ما بدانا الادوار الاقصائيه، النادي الاهلي ما خسرش. كل الجماهير كانت بتقول ايه؟ البطوله دي احنا عايزينها، بس البطوله دي عندنا، يعني في يقين ان البطوله دي خلاص موجوده جوه جدران النادي الاهلي. مفيش ولا واحد من الجمهور حاطط في اعتباراته او في فكره ان البطوله دي ممكن تضيع من النادي الاهلي. والحمد لله رب العالمين، فاز من يستحق، وفضل طبعا لله وجماهير النادي الاهلي العظيمه ولاعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. تعالوا بقى نشوف لقاءات الفرحه فيما بعد المباراه ولقاء مع الكابتن رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي.
رامي ربيعه واحد من الكباتن العظام الحقيقه، قدرات عظيمه ومجهود كبير جدا. عم ميك التاريخ، لا ميك التاريخ، انا عارف ان ميك التاريخ من 81. يا نهار ابيض، من 81 والله، والله من 81. مبروك يا رامي. بطوله افريقيا كام؟ احسب يا عم 81، انا واخد بطوله 82 كابتن جوهري. لا لا بالتوفيق، اقعد انت. رامي ربيعه ببارك لك يا رامي، لعيبه رجاله ابطال الحقيقه، اديتوا اللي عليكم وزياده، كان عندنا ثقه كبيره جدا فيكم ان انتم من اول لحظه هتيجوا هنا فيها ترجعوا بالميداليه. الميداليه دي غاليه جدا جدا على كل جمهور نادي الاهلي. حابب تقول للرجاله، للجمهور، لمجلس الاداره، لان البطوله دي غاليه جدا على كل جمهور نادي الاهلي. البطوله دي غلاوتها ان هي هنا في المغرب، لان انت كان عندك سوابق زي ما بيقولوا كده وحشه هنا، انت كسرت الحته دي انك كسبت في ملعبك وكسبت هنا، يعتبر انت كسبت. فانا بشكر الرجاله كلها وبشكر جهاز ال انا تعبان والصوت عايز قول اللي انت عايز. فالواحد مش مصدق، لان احنا كنا واثقين ان احنا هنكسب، لان انت كان بس اللي مضايقك ان الجون اللي جاي فيك في مصر، بس انت قدها ودود، والحمد لله كنا واثقين كلنا ان احنا هنجيب جون باي طريقه. حتى الكوتش كان واثق ان احنا هنجيب جون في اي وقت. فالحمد لله، الحمد لله على المكسب. ومبروك جمهور الاهلي اللي جاي ورانا في كل بلد، يعني بتلاقيهم، بتحس انت قاعد في القاهره، ما فيش فرق خالص. الجمهور فرحه حلوه جدا. اه طبعا يا كابتن علاء، اه طبعا انت اللي هتتكلم يا لولو، انت هتتكلم على بص بص احلى حاجه الفرحه بتاعت النهارده، يوم كده مش طبيعي. لا يوم مش بس طبيعي. بقول لك ايه، عايزين نفرح شويه، مش عايزين نقول بقى ايه هنقفل النهارده ونبص. لا 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 انت عارف مين بيقول الكلمتين دول؟ مين بيقول كده؟ عادل عادل معروف. اه ونقفل ايه؟ عندنا مفيش قفله، عندنا 10 ايام نفرح فيهم. لا 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 ان شاء الله 10 ايام افرح براحتك، مفيش قفله. الحمد لله رب العالمين، عيش براحتك زي ما انت عايز. لا علشان الماتش الجاي يوم 22 لسه، فعندنا فتره نفرح بيها. وبعدين الماتشات اللي داخل عليها انت خلاص ان شاء الله، ان شاء الله لسه أسامة. عشان بس عادل عبد الرحمن عادل ده بس لسه ايه لسه ايه خلاص ان شاء الله تاخد دور الاهلي خد الدوري عشان ان شاء الله مساله وقت خلاص خلاص وان شاء الله الدوري كمان يرجع للقلعة الحمراء تاني. لكن النهارده فرحه، ومن حق اللعيبه تفرح، ومن حق المجلس الاداره يفرح، ومن حق الجماهير تفرح. لا مش تفرح، تفرح تفرح براحتها وتعمل كل اللي هي عايزاه. صحيح بجد والله العظيم، لان الناس دي يعني بعد المباراه اللي فاتت يا ايمن، حتى بعد الضغوطات اللي حصلت على جماهيرك يا بس كابتن الفرحه من اوضه اللبس. براحتهم براحتهم لعيبه النادي الاهلي، هات لنا الصوت نطلع عليهم. Thank you.
فرحه جميله وفرحه لعيبه النادي الاهلي مستحقه بصراحه، ومنتظرينها من بدايه المسابقه من ساعه مباراه الاتحاد المنستيري. تعالوا مره ثانيه ولقاء مع حمدي فتحي. بطوله واحده من اصعب البطولات، لكن زي ما بقول قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، انتوا لعيبه كبار حققتوا حاجه الحقيقه مجد كبير بيكتب في تاريخ النادي الاهلي. حابب تقول يا حمدي على البطوله العظيمه دي؟ الحمد لله طبعا بطوله غاليه وبطوله مفضله بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي والاداره والجهاز. تعبنا طول الموسم وربنا كرمنا النهارده بيها، وانت كنت شايف الظروف السنه اللي فاتت ان احنا يعني الحمد لله يعني، والحمد لله ان رجعت بيتها ثاني، وان شاء الله السنه دي نفنش الموسم بقى بالدوري ان شاء الله، ويكون موسم خير علينا كلنا يعني الحمد لله يعني. بس الحسين ورامي قالوا لي احنا من بعد المباراه الاولى كان عندنا ثقه ان احنا هنيجي هنا نرجع بالبطوله. ده يرجع ليكم بقيمتكم الكبيره بوعيكم وبذكائكم. قول لي الكواليس حمدي كانت ازاي، لان كانت مباراه صعبه جدا من البدايه بالنسبه لك. بص هقول لك حاجه، انت في نادي الاهلي انت بتلعب لاخر دقيقه ودايما لازم تبقى مركز، حتى لو جه في جون في الاول احنا كنا حاطين اي سيناريو حاطينه في دماغنا وربنا يعني احنا كنا متوقعين ان ربنا يكرمنا، عشان احنا طول الموسم من اول موسم واحنا تعبنا جامد، وربنا بيكلل مجهودنا بالفوز بالبطوله دي، وان شاء الله نحتفل بقى النهارده كده والفتره اللي جايه دي، ونركز بقى ناخد الدوري ان شاء الله، نحسم الدوري بدري، وان شاء الله يعني اي بطوله السنه دي تكون في نادي الاهلي يعني. مبروك حبيبي. نجم اهو علي معلول اهو، علي معلول اهو. حسين الشحات وبارك لك يا حسين، تستاهل كل خير الحقيقه، وكل اللعيبه تستاهل كل خير. بطوله غاليه جدا جدا على جمهور النادي الاهلي، تعبتوا واجتهدتوا ربنا كرمكم الحمد لله. قول لي احساسك ايه في اول دقيقه في الماتش، كنت حاسس يا حسين اكيد ان احنا نرجع بالبطوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله. والله اسال رومي يعني احنا كلنا من بعد المباراه اللي هناك احنا عندنا ثقه ان احنا هنيجي نكسب هنا البطوله يعني. دي فعلا والله العظيم يعني مش هقول لك من اكتر البطولات فعلا اللي احنا بعد المباراه اللي فاتت، سيبك اهو التنشنه وبتاع، احنا ثاني يوم احنا كل اللعيبه عندها اللي هي هتكسب البطوله فعلا، كله كان واثق ان احنا ناخد البطوله هنا. فالحمد لله يعني ربنا كرمنا هنا وقدرنا ان احنا نكسب وقدرنا ان احنا نكسب هنا في دي حاجه. انت واثق انك هتجيب جون في اي وقت؟ سبحان الله. اتكلمنا هنكسب يا جماعه والله، واحنا بنتكلم كده هنكسب يا جماعه ان شاء الله، والله هنطلع كسبانين من هنا، مفيش حاجه تاني ان احنا هنكسب بس. فالحمد لله والله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب، فدي الحمد لله دي اهم حاجه، ويعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ويديم علينا ان شاء الله. النجاح ده يا حسين بتشوفه من العلاقه الطيبه جدا باللعيبه، كباتن اللعيبه اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، وده بنشوفه في العيون. النجاح ده بينسب للكل، ما بينسبش فرد واحد، عشان كده قلت اللبس هي سر النجاح للنادي الاهلي. طبعا طبعا طبعا، مفيش حد هنا بيقول لك ان انا اللي خدت البطوله او رامي اللي خد البطوله ولا ده، لا النادي الاهلي هو اللي خد البطوله، لعيبه الاهلي هي اللي جابت البطوله، كل واحد هو اللي بيزود كده يعني، وكل واحد هو اللي عنده كده عارف اللي هو اللي هياخد البطوله. حسين انت البطوله الثالثه ليك بالنسبه لك، هو عايز ثاني يعني، هو ما شبعش وعايز ثاني، عايز الفرحه بتجيب فرحه والمكسب بيجيب مكسب والفوز بيبقى عايز يجيب اكتر، وعايز يحضر كاس عالم اللي جاي الانديه، وعايز يموت نفسه وياخد بطوله كمان عشان ولاده وعشان نفسه. اهو جه اهو. نرجع سريعا مره ثانيه برضو مع زميلنا كريم احمد ولقاء مع علي معلول ظهير ايسر النادي الاهلي. نجم نجوم النادي الاهلي، وهقول له زي ما جمهور النادي الاهلي بيقول يعني، انا ساعدنا علي معلول، عندنا دموع غاليه جدا علي على كل جمهور النادي الاهلي وعلى كل محب للنادي الاهلي، لان انت الحقيقه واحد من الشخصيات العظيمه اللي دخلت النادي الاهلي، مجهودك باين اصرارك باين. حابب تقولي الاول على البطوله الغاليه جدا جدا دي علي بالنسبه لك؟ مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، خصوصا ممكن نكون عشت اسبوع صعب شويه، خصوصا بعد شويه التصريحات اللي انا كنت مقصر في المقابله الاولى، اللي انا كنت سبب من الهدف اللي تقبلناه، لكن الحمد لله كان فما كلام اللي ظهر في مباراه الهلال، وكانت اللاعبين كانوا مديني ثقه كبيره انه يكون الهدف اللي باش نسجلوه لهنا في المغرب من قدم نتاعي. الحمد لله اليوم بطوله غاليه من كازابلانكا، خصوصا بعد ما خسرنا البطوله السنه اللي فاتت، لكن روح الفريق والاصرار والعزيمه انه ننتصروا الحمد لله. بطوله غاليه تنضاف للدولاب النادي الاهلي وللمجموعه هذه اللي قاعده تعمل في انجازات كبيره برشا، ان شاء الله القادم افضل. مبروك للنادي الاهلي مره اخرى للتتويج، ان شاء الله تونا نطوي الصفحه هذه ونركز ان شاء الله على الدوري، نحاولوا نحسموا الدوري في اقرب وقت باش ان شاء الله ناخذوا العام السنه لكل البطولات الممكنه ان شاء الله. كريم كلمك ولا لسه؟ كلمته اكيد كان متوقع انه اليوم باش ننتصروا. الحمد لله بطوله غاليه جدا،
خصوصا هنا في المغرب كنا شفنا انه فريق الوداد كان متاكد انه هو باش ينتصر، لكن الحمد لله خبره اللاعبين. استنى رقم، اقسم بالله احسن باك رايت في التاريخ العالم. مصر باك رايت باك ليفت، اقسم بالله احلى باك ليفت في التاريخ. معلش الفرحه نسيتني، اقسم بالله احسن باك ليفت في التاريخ طبعا. اقسم بالله حبيب. مبروك يا لولو، مبروك يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك للناس كلها. حبيب حبيب جمار حبيبي، مبروك يا حبيبي. فمجموعتنا روحة ممتازة ما بين اللاعبين، كل الناس كل نعيش كعائلة واحدة، وهذا سر تفوق المجموعة هذه. إن شاء الله ديما موجودين على منصات التتويج إن شاء الله. الله يبارك فيك. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي العظيم، فرحة عظيمة جدا بالتأكيد. هم دول فرحة كبيرة لعلي معلول اللي بعض الناس ضغطت عليه بعد الماتش الاولاني، ولكن دافع عنه يعني مستر كولر وقال لك الاخطاء وارده في الكوره يعني، ولكن الحمد لله رب العالمين. واحد من اعظم اللعيبه اللي جم النادي الاهلي علي معلول، وعمل انجازات كتير جدا، واحد من افضل اللعيبه المحترفين اللي تحس ان هو مولود في النادي الاهلي. نقول مره ثانيه للي ما سمعش تهنئه غاليه جدا 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 من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، مشيدا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة 11، ومثنيا على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز. وأعرب السيد الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات. التهنئة صراحة تهنئة غالية جدا 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 من السيد الرئيس، وهو متابع جيد جدا وشاعر ب البطولات اللي بتحصل من الرياضة المصرية عموما، وأثنى كمان على الدور اللي لعبه النادي الأهلي النهارده. خلي بالك الثناء على اللي حصل للنادي الأهلي، والثناء على ان النادي الاهلي هو اللي طرح البسمه النهارده على شفاه الشعب المصري. كذلك التهاني بقى مستمره. التهنئه الاولى من مانشستر سيتي بطل ابطال اوروبا اللي لسه واخد البطوله امبارح. تهانينا للنادي الاهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري ابطال افريقيا. نراكم في المملكة العربية السعودية إن شاء الله، نراكم في المملكة العربية السعودية، لأن كأس العالم للأندية اللي جاية إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. نادي الاتحاد السعودي أيضا بطل الدوري هذا الموسم في السعودية، أرسل برقية تهنئة للنادي الأهلي. تهانينا للأهلي المصري لحصوله على بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023. نشوفكم قريبا في كأس العالم للأندية، وخلقت النسور لتحلق عاليا. الاتحاد السعودي طبعاً. عشان بطل الدوري. ايوه بالظبط، بطل الدوري بتقول انه هيلعب، هو اللي منظم البطوله. ايوه بالظبط، هيكون موجود في كأس العالم للأندية. صحيح طبعا. تهاني كابتن علاء يستحقها النادي الأهلي، لأنه زي ما انت بتقول دايما يعني سيد اسياد القارة. دي حقيقة طبعا، التهنئه دي مش هتروح لحد ما يستحقهاش. صحيح يعني ايه اللي هيجبر مانشستر سيتي بطل اوروبا امبارح ان هو يهني النادي المصري، انت فاهم؟ لكن هو عارف قيمه النادي الاهلي، فبروتوكول او حاجه تبقى لافته ظريفه جدا هو يعمل تهنئه للنادي الاهلي. الاتحاد السعودي هتلاقي كل الناس بتهني النادي الاهلي ايمن النهارده وبكره، لان النادي الاهلي فخر مش لمصر كلها بجد، فخر العرب كله حياه رب بجد. النادي الاهلي متفرج عليه كده، لا انت بتتكلم في فخر افريقيا، ده انت مصر كلها. لا هو مش فخر افريقيا، هو سيد افريقيا. ده الموضوع ده تقفل عليه من زمان، لكن لما تتفرج يعني تتامل كده في النادي الاهلي، بتتكلم في حاجه سبحان الله صعب تكرر تاني. صحيح بجد والله، يعني اللي بيحصل مع النادي الاهلي صعب يتكرر مع نادي تاني. النادي الاهلي بجماهيره الكبيره بالمحبين بتوعه وبالمخلصين دايما موجودين معاه من مجالس اداراته مختلفه، كلها ناس بتحب النادي قوي، مخلصين قوي للنادي، ما بيدوروش غير ان هم ازاي يخدموا النادي ده. عشان كده كل واحد بيجي بيبقى في المكان
بيشتغل بمنتهى الاخلاص، حتى اللعيبه كلها تخش النادي الاهلي تعرف معنى الاخلاص ايه، الوفاء، الروح، ده نادي بتاع بطولات، ما ينفعش غير حاجه زي كده، هو ده. عشان كده هو النادي الاهلي مختلف، شئت ام ابيت هو النادي مختلف لوحده تماما. صحيح خالص. يعني اللي بالك كابتن حتى المسؤولين عنه، يعني مثلا لو ده حصل، لو البطوله دي حصلت في اي نادي تاني كويس، وفي رئيس بعثه طالع غير رئيس النادي، اول لقطه هتشوفها اللي هي ايه؟ رئيس النادي هيجري على الكاس. ما بيحصلش عندنا. لا طبعا، لان في ايمن انت بتتكلم على في مبادئ. مين طلع رئيس البعثه؟ حسام غالي. ان شاء الله اما يتوج حسام غالي هو اللي هيطلع يستلم كاس البطوله. هو ده النادي الاهلي، يعني الكل بيتفانى عشان حاجه واحده بس، عشان النادي. عشان كده هو ده النادي الاهلي، مفيش حد بيفكر في نفسه. صحيح. كله بيفكر ازاي اخدم النادي اللي ربنا كرمني وشلت اسمه. مظبوط. انت فاهمني؟ هو الناس كلها بتقيسها من المنطق ده. كل الناس اللي بتيجي النادي الاهلي، اللي قبلنا واللي موجودين الوقت واللي بعدنا واللي بعدنا، هم عارفين النادي ده هو ده الشغل في النادي الاهلي. النظام في النادي الاهلي كده، هو النظام في النادي الاهلي. مفيش حد عمل النظام ده على فكره، يعني مفيش حد اول ما تخش نادي النظام عندنا، لا مفيش حد كتب الكلام ده عشان مثلا رئيس نادي يجي فيحفظ الكلام ده فيبدا يشتغل عليه، لا لا لا، هو اللي جاي عارف بيشتغل ليه، هو بيشتغل عشان النادي الاهلي، عشان اسم النادي الاهلي، خصوصا لما يكون مثلا يعني لعيب سابق زي مثلا كابتن محمود الخطيب، هو عارف قيمه النادي الاهلي من ايام ما كان بيلعب، فاما بقى رئيس نادي هي نفس القيمه، انا بشتغل عشان النادي ده، عشان انا بتشرف ان انا بحمل اسم النادي ده، النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي شرف لاي حد يبقى تحت لواء النادي الاهلي. صحيح. ومش اي حد يبقى متشرف باسم النادي الاهلي ده، او يبقى موجود في النادي الاهلي، او في يوم من الايام يقول لي انا كنت في النادي الاهلي. انت عارف اجيال 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 ايمن لما بيقعد بس كده يتكلم مع ناس، ده انا كنت في النادي الاهلي، اول ما يسمع بس انت كنت في النادي الاهلي دي المستمع تحس انه بينتبه لك، لكن انت في مكان حاجه. مظبوط. حاجه ملهاش وصف. عشان كده هو ده النادي الاهلي، الناس كلها تفضل تحب النادي الاهلي وتغدب في النادي الاهلي عشان عارفين قيمته. طالما عرفت قيمه الحاجه صحيح، انت هتشتغل بكل اجتهاد. كلك واكبر دليل النهارده ايمن. مزبوط. بعد المباراه اللي فاتت زي ما كان اسامه بيتكلم، ناس كتير قوي شككت وصعب قوي والوداد ورجعنا الذكريات. الناس المخلصه اللي في النادي الاهلي واللي بتحب النادي الاهلي وعارفه قيمته سكوت. مزبوط. مفيش حد اتكلم كلمه. يعني احنا هنا في الاستوديو بعد المباراه قلنا هنحسمها هناك، هنحسمها هناك. بالزبط. وقلنا احنا مش هنتكلم على حاجه، احنا كلنا هنفكر فيه، كلنا على فكره حتى لما كان عادل وكابتن شريف موجود كله اتكلم في النقطه دي، قال احنا هنتكلم، احنا مش هنتكلم في حاجه خالص. صح. مش هنتكلم في اخطاء، مش هنتكلم في الحكم اللي جاي، انا هتكلم انا كسبان إيجابية. انا هتكلم ان شاء الله كلها حاجات ايجابيه. صح. عشان ارجع بالكاس وهيبقى. صح. احسن كاس لو رجعنا بيه، والحمد لله ان هو حصل، الحمد لله تحقق. كل التحيه والف الف الف مبروك للرجاله ولاعيبه النادي الاهلي ما شاء الله النهارده، واي 11 واحد كان غير دول كانت لها نفس الكلام يا ايمن، لكن النهارده يوم تاريخي للنادي الاهلي. الحمد لله. هي البطوله 11 الحمد لله. الحمد لله. لكن في بطولات كده تحس ان هي لا يوم تاريخي، زي اول بطوله دخلت النادي الاهلي تحس الناس كلها بتفتكرها. مبروك. ويستاهلوا احسن من كده بكتير اكيد. ارقام قياسيه ورجاله النادي الاهلي في كل حته. تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد ورجل من رجاله النادي الاهلي محمد الشناوي. بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. شناوي الحقيقه واحد من نجوم النادي الاهلي، كبات النادي الاهلي كبيره وقيمه النادي الاهلي كبير جدا. بطوله صعبه، كان عندكم تحدي كبير يا شناوي، لكن كان عندنا ثقه كبيره جدا فيكم. حابب تقول ايه على اللقاء الصعب وعلى البطوله الغاليه جدا جدا على كل جمهور النادي الاهلي؟ طبعا بقول مبروك للعيبه ديت ان هم حققوا ويفرحوا، بقول مبروك للجمهور اللي جه حضر النهارده. احنا كان عندنا هدف وخدناه الحمد لله، البطوله 11. الهدف اللي احنا هناخد البطوله من الملعب ده، عشان السنه اللي فاتت احنا كنا في الملعب ده وظلمنا ظلم ناس كلها عارفاه. الناس كلها فاكره النادي الاهلي صغير، لا النادي الاهلي كبير جدا يا جماعه. 11 بطوله، بطولاته اللي بتتكلم على نفسه على النادي الاهلي، بتتكلم على تاريخ النادي الاهلي. يعني بتيجي تتكلم في 11 بطوله، بتتكلم كميه بطولات. النهارده رابع تروح النهارده 9 كاس العالم، رابع مره على التوالي تمام، وبعدين الحمد لله يبقى خامس مره على التوالي. مفيش حد بيعمل الكلام ده يا جماعه. الجيل ده كتب نفسه التاريخ وعمل تاريخ لنفسه. النهارده في الموسم ده الحمد لله 4 بطولات ان شاء الله، والخمسه جايه في الطريق.
الناس بتقلل من النادي الاهلي جامد. لا النادي الاهلي كبير، بقول لهم مفيش حد بيعمل عقده للنادي الاهلي. النادي الاهلي هو عقده افريقيا كلها، لو تشوفوا العقده ب 11 بطوله دي الناس لازم تفتكر الكلام ده. النادي الاهلي كان جاي لهدف ان هو ياخد ال 11 واخدنا ال 11 وعرفنا الحمد لله العالم كله وافريقيا كلها يعني النادي الاهلي باللعيبه دي بادارته بجمهوره احنا بنستحمل كتير وبنتكلم في الملعب بس ما بنتكلمش بره الملعب، احنا بنتكلم بعد ما ناخد البطوله. الحمد لله كسبنا والف الف الف مبروك. ان شاء الله الجاي يكون افضل، النهارده نفرح نركز في اللي جاي ان شاء الله ياخدوا الاجازه بتاعتهم ويفرحوا ان شاء الله نرجع نكمل المسيره بتاعتنا للبطولات وننسى اللي فات. لازم اقول كلمه مهمه لان علي معلول الحقيقه تحامل على نفسه بشكل كبير جدا النهارده، كانت دموعه غاليه جدا وانت كمان يعني بقيمتك الكبيره وكقائد النادي الاهلي انا عارف انك ليك دور مع كل اللعيبه، شايف الضغط اللي كان علي ازاي قدر يطلع منه وازاي طلعتوه منه عشان يا جماعه علي معلول لعيب كبير جدا 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 يعني حطينا في مواقف كبيره زي ديت، حطينا في اصعب من كده بكتير وحطينا في ضغوط اكتر من كده بكتير. لا اللعيبه بتقف جنب بعض، اهم حاجه نكون جنب بعض، اهم حاجه نبقى كلنا على قلب واحد وكلنا النهارده هو اللي كسبنا. علي النهارده هو اللي عمل الاسيست، علي معلول هو اللي عمل الاسيست النهارده، والنهارده هو كان نجم المباراه، هو ومنعم الفرقه كلها كانوا نجم المباراه والجمهور والاداره. احنا اهم حاجه ناخد البطوله، احنا اهم حاجه فرقه واحده، اما بيكسب يقول النادي الاهلي كسب، اما بنخسر يقول النادي خسر. علي معلول مش هقدر اديله اكتر من حقه، لعيب كبير بقالنا 6 سنين مع بعض يا جماعه، تاريخ تاريخ كميه بطولات اللي هو واخدها بتتكلم عن نفسه. بس انت بتتكلم في ايه؟ كل اي واحد في ال 30 لعيب اللي موجودين بينزل الملعب يقدل عليه، زي شوبير نزل الماتش اللي فات يقدل عليه، علي بينزل يقدل عليه، اللعيبه كلها بتنزل هي عارفه يعني ايه وجباتها وبتعمل ايه في الملعب، اهم حاجه نرفع اسم النادي الاهلي ونرفع البطوله. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، واجواء الفرحه في كل حته بصراحه. كل عشاق النادي الاهلي في جميع انحاء العالم. كلام يهز المشاعر من القدير يعقوب السعدي. الأهلي نادي الشعب، الأهلي بيرسم الفرحة على وشوش الشعب المصري. عشان الناس اللي كانت بتقول لك إن في تساوي بين بعض الفرق وبعدها جماهير بتشجع النادي الأهلي 50% ومش عارف جماهير بتشجع إيه 50%، زي ما قلنا قبل كده يمكن غالبية الشعب المصري بيفرح لما النادي الأهلي بيكسب. يمكن زميلنا أو الأخ القدير يعقوب السعدي قال لك لما الاهلي بيكسب مصر ام الدنيا بتحمر، بتكتسي كلها باللون الاحمر. حتى في البطولات مصر غالبيه الشعب المصري بيبقى فرحان عشان خاطر النادي الاهلي. النادي الاهلي هو فعلا نادي الشعب. تعالوا نروح مره ثانيه لمركب محمد الخامس ولقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي وكابتن سيد، النهارده فرحه كبيره ومهمه جدا يا كابتن سيد. لعيبه رجاله كالعاده، اجواء كل الامور دي نسيناها لان احنا كان عندنا هدف تحضير نفسي على اعلى مستوى كالعاده. حابب تقول يا كابتن سيد لبطوله واحده من اغلى البطولات لجمهور النادي الاهلي. أقول الحمد لله طبعا، يعني ألف ألف مبروك لكل كل مصر، كل مصر بكل انتماءاتها طبعا، وتحديدا جمهور النادي الأهلي. يعني بطولة كانت غالية جدا، لها حسابات كثيرة الصراحة. يعني كان هيبقى صعب علينا قوي ان انت تاخد فاينل 3 مرات مع 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 الوداد وتتاخد منك، مش كانتش هتبقى حلوة خالص. لها حسابات حتى على المستوى الشخصي، انا بالنسبة لي انا يعني كان ليها شويه حاجات حسابات شخصيه ليا، ودي الاول مره يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، مجهود كبير جدا جدا الحمد لله، ربنا كلله بالنجاح. يعني ربنا كان معانا في اوقات برضو، يعني درس في البطوله دي، درس بتبقى بعيد بعيد خالص وبعد كده تدخل وتقرب. حتى مباراه العوده او اسف مباراه الذهاب، يعني انت متسيدها وممكن تطلع باثنين ثلاثه ومستريح وتيجي هنا، لكن ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى. بشكر اللعيبه جدا، بشكر الجهاز الفني جدا، الحمد لله رب العالمين. انت بتشتغل وربنا بيوفق، يعني في حاجات ممكن تشتغلها وربنا ما يكونش موفق. يعني انت كنت معانا من يومين هنا، احنا كان الجماهير اللي قلنا وخدت راي كولر فيها
قلت له يعني عايزين نجيب الجمهور يبقى موجود، هل الجمهور اللي هنا ال 50 60 واحد اللي كانوا موجودين؟ الحمد لله كان مردودها كويس، وكانت حتى الفكره ان اول ما الكره تبقى معانا كل يصفر لو انت فاكر، يعني عملنا كده ادينا لكل واحد صفاره، يعني كانت فكره واحد من اسمه كريم يعني هنا برده كان جاي من مصر وعلى يقين ان احنا نكسب، فطبعا كانت فكره رائعه جدا جدا ان كل واحد يصفر في اول ما الكره عشان ناخد على الاجواء. بالمناسبه والله واحد اسمه مالك يعني كان بيجي لنا الماتشات على طول وهو طفل صغير، قال لي لو خدت قال لي هتاخد البطوله النهارده ولو خدتها قول اسمي يعني، فازيك يا مالك. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله معانا برده الكابتن سامي ومصطفى. احسن والله انت اللي جبتها لنا والله. احسن انا عارف ده عشان كده. كابتن اسامه معانا في الصوره كان علي معلول، كان عليه ضغوط جامده بعد الماتش اللي فات علي معلول، يمكن بعد الجول اللي دخل فينا كمان البعض حمله مسؤوليه الهدف، ولكن هو بصراحه من احسن اللعيبه المحترفه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. طبعا يعني يمكن احنا كنا بنتكلم قبل الاستوديو علي معلول ليه قيمه كبيره جدا 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 داخل جدران النادي الاهلي وبين جماهيره وبين حتى اللعيبه القدام اللي لعبوا كتير عارفين قيمته. انا عن نفسي بصفه شخصيه يعني بقول علي معلول ممكن يكون لو عديت 2-3 في تاريخ النادي الاهلي في المحترفين فعلي معلول هيبقى واحد فيهم وممكن يكون سابقهم كمان كلهم. فعلي معلول من افضل اللعيبه المحترفين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي من ساعه ما الواحد اتفرج. يعني جه كتير في مراكز بالذات في خط الهجوم، جه في نص الملعب، المدافعين ما جوش كتير قوي، لكن بصفه عامه انا بتكلم في المجمل مش حتى بس على مستوى المدافعين. راجل عنده ثبات في المستوى في معظم الماتشات، كل واحد طبعا بيجي له بعض المباريات ممكن ما بقاش موفق فيها، ممكن يكون تعبان، ممكن ده وارد، لكن انا بتكلم في مجمل 6 سنين لعبهم لو حسبت لعيبه النادي الاهلي المؤثره بقوه جدا في الست سنين اللي فاتوا علي معلول هيبقى واحد من على الرؤوس يعني، او واحد من الاربع خمس لعيبه اللي ممكن يكونوا مؤثرين جدا مع واحد زي الشناوي مثلا. صحيح. فعلي معلول من اميز اللعيبه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي في مركز الظهير الايسر وكمحترف بصفه عامه، وكمان جانب بقى كل اداؤه الحلو والقوي والمؤثر واللي بينجز بطولات بيه وكل ده، كمان سلوكيا تحس ان هو انسان متربي في النادي الاهلي. متربي اولا على مستوى الشخصي هو كشخص، وكمان في النادي الاهلي وبشكل النادي الاهلي اللي بيربي بيه لعيبته، او صحيح. السمه اللي بتغلب فيها على لعيبته تلاقيه ما بتسمعلوش صوت، مخلص ملتزم، ما سمعتش عن مشاكل كتير معاه في اي وقت خارج الملعب ولا داخل الملعب. فانا بقول له مبروك، وطبعا مبروك لكل اللاعبين، لكن طبعا هي كانت لقطه مؤثره يعني، لكن هو من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ النادي. يمكن كابتن بلال علي معلول ومحمد عبد المنعم اكتر اثنين تعرضوا للنقد الشديد بعد هدف الوداد في الماتش اللي فات، ويشاء القدر او يشاء ربنا ان هما الاثنين النهارده يتسببوا في احراز هدف البطوله. حقيقه كابتن المباريات اللي ما بتكسبش فيها او اللي انت بيجي فيك اجوان نتيجه اخطاء الناس مش بتعنفك، الناس بتبقى زعلانه. تمام، بتبقى زعلانه، فالنهارده الزعل ده بيجي من عندي، من يقولك بس والله الاهلي لو علي معلول كان طلع الكره جامده شويه، لو محمد عبد المنعم ما كانش باصها له وزنقه شويه ما كانش جه الجول. هو ده القيل والقال المباراة اللي فاتت. لكن هو ما بيعبش في شخصية اللعيب نفسه، أو ما بيعبش في قيمة اللعيب نفسه،
او ما بيعبش في امكانيات اللعيب نفسه، هو بيتكلم على كره حصلت او لعبه اخطا فيها لعيب، تمام؟ هو ده اللي حصل. لكن زي ما انت بتقول كده، ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ بقى دلوقتي او بيرد الحق للناس اللي تستحقه. علي معلول مسيره كبيره جدا جدا داخل النادي الاهلي، محمد عبد المنعم لعيب كبير ولعيب من اللعيبه او يمكن من وجهه نظري افضل سنتر باك دلوقتي في مصر بشكل عام. كورته حلوه، امكانياته كويسه، بتوقع كويس، لعيب قوي، رخم بلغه الكوره يعني. فالنهارده يا شاء ربنا سبحانه وتعالى ان علي معلول هو يصنع هدف التتويج ويسجل هدف التتويج محمد عبد المنعم. حقيقه يعني مبروك طبعا ليهم الاثنين، اثنين من اللعيبه الكبار داخل النادي الاهلي، ولكن مبروك ايضا لكل اللعيبه النهارده اللي اجتهدت في الملعب. الاهلي النهارده يعني نقطه نسيناها كده، كان ممكن المباراه تخلص 3-4، مش بنقطه التعادل او بهدف التعادل. النهارده الاهلي بعد التعادل ضيعنا 3-4 فرص محققين، كان ممكن النهارده نطلع كسبانين الوداد في الوداد 3-1 بلاش طبعا او على الاقل الحمد لله. لا انا بقول ان انت جالك فرص النهارده من صحيح. يعني من ضمن سير اللقاء ما جاتش بالصوره دي، كان ممكن شريف يسجل، كان ممكن عبد القادر يسجل، يعني جالك فرص صح اتيحت ليك كان ممكن تسجلها، ولكن الحمد لله في النهايه انت بتدور سواء اذا كان مكسب او تعادل، بتدور على البطوله، بتدور على التتويج، بتدور على المنصه، بتدور على الكاس اللي بتحبك وبتناديك في كل سنه. كلمت اسامه، اتكلم وكابتن كابتن علاء كابتن اسامه، وكلموا على ان الاهلي في السنوات الاخيره يعني وصل 4 فاينلز يكسب منهم 3، ده يعني انجاز ما بيعملهاش غير الكبار. مظبوط. ريال مدريد وصل 3 كسب 3، يعني الاهلي وصل 4 بيكسب 3، يعني الفرق الكبيره اللي عندها تاريخ كبير ليه يا كابتن امل؟ لان الفرقه الثانيه بتخاف منك، بتهابك، حتى خد بالك حتى لو امكانياتك قليله، حتى لو اليوم مش يومك، حتى لو انت النهارده مش في احسن حالاتك، انت وجودك صح خد بالك في الملعب بيقلق الناس منك. يعني النهارده لو المباراه دي مثلا الوداد معاي فرقه ثانيه، هتلاقي مباراه مختلفه تماما، لكن هو قلقان منك، عارف ان اسمك كبير، عارف انك انت ممكن ترجع في اي لحظه من اللحظات. هو يعني انا من ضمن الحاجات اللي شفتها النهارده واللي تؤكد كلامي، انت الفرق بتاعت شمال افريقيا لما بتلعبك وتسجل هدف بيحتفلوا اثناء الجيم صح بطريقه ما، ممكن باستعراض في اللعب، ممكن ب مشاوره للجمهور، لكن النهارده الوداد هو حاسس وعنده يقين انه بيلعب فرقه تقدر ترجع في اي وقت. صحيح. فرقه النادي الاهلي صحيح لعظمه وقوه وكبرياء النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير، تاريخ كبير جدا جدا جدا، وكل سنه بيسطر تاريخ بيخلي المنافسين يبعدوا عنه بشكل كبير جدا جدا جدا. النهارده لما جيت اتكلم عن الاهلي في مصر، انا بلال ابني عنده 20 سنه تقريبا، في 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 انديه هو ما شافهاش بتتوج باي بطولات يعني على مدار 20 سنه. صحيح. فاهم؟ واجيال كثيره جدا جدا ما حضرتش تتويج الانديه ثانيه ببطولات، ولكن انت الحمد لله رب العالمين في كل سنه. بتكلم دي بمناسبه ان انت بتقول ان الكفه متساويه ما بين الجمهور وبعض. جمهورين ما تنفعش تتساوى. مزبوط. هتتساوى باي وضع. ما ينفعش الروس تتساوى اطلاقا يا كابتن. انت عندك 90 مليون تمام اهلاوي موجودين في مصر، يعني اتفرج النهارده على مصر هيبقى فيها ايه؟ اتفرج الصبح، اتفرج على الناس اللي فرحانه على الفيسبوك واللي فرحانه في التلفزيون واللي بتبعت للناس، اتفرج الشعب الاهلي، الشعب المصري كله احمر تقريبا. صحيح، فرحه شعب. وتهنئه جميله ورقيقه من احد صناع الفرحه، كابتن القدير محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن الخطيب يهنئ اعضاء وجماهير الاهلي ويشيد بجهود الجهاز الفني واللاعبين. وجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئه والتحيه لاعضاء وجماهير الاهلي ومحبيه في كل مكان بمناسبه الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره ال11 في تاريخ النادي، وخاصة جماهير الاهلي التي زحفت خلف الفريق الى المغرب لمؤازره اللاعبين والجهاز الفني لاحراز كاس البطوله وتحقيق انتصار كبير للاهلاويه والرياضه المصريه. وأشاد كابتن محمود الخطيب بجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي وكل منظومة الفريق على مدار مشوار البطولة، وقال إن كل عنصر منهم يستحق التحية والتقدير،
خاصة أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة ومطبات صعبة، لكن كالعادة كانوا عند حسن الظن وأسعدوا جماهير الأهلي بالكأس الإفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية. وأشار إلى أن ما حققه فريق الكرة من إنجازات هذا الموسم يحمله مسؤوليات مضاعفة في الفترة القادمة تستوجب عليه مضاعفة الجهد واستمرار التركيز لمواصلة مسيرة الانتصارات. هنقولها مرة تانية. كابتن الخطيب، طبعا يمكن احنا تفائلنا خيرا بوجود الكابتن محمود الخطيب مع بعثة النادي الأهلي برغم بعض الصعوبات، إلى أنه دايما في المواقف الصعبة، والمواقف الصعبة اللي عدت علينا السنة دي كانت كتير جدا، والحمد لله رب العالمين قدرنا نجتازها بفضل الله، قدرنا نجتازها ونعديها بنجاح. النهاردة كان ضروري تواجد الكابتن محمود الخطيب مع الفريق، وكان ليه أثر كبير جدا جدا جدا. وأنا قلت لحضراتكم يمكن في بداية الاستوديو إن احنا كلعيبة في الملعب لما بيكون حاسين ان معانا رئيس نادي واعضاء مجلس اداره وحاسين بينا وبيدفعونا وورانا في كل حته وحاسين بان احنا عايزين نعمل حاجه عشان خاطر النادي الاهلي، دي بتدينا دفعه معنويه كبيره جدا 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 بره الملعب وجوه الملعب. ودي اللي خلتنا او خلت لعيبه النادي الاهلي يمكن النهارده في اصعب الاوقات انها تخطف هدف وتحافظ عليه وتجيب الكاس من المكان اللي حصل فيه مؤامرة السنة اللي فاتت مركب محمد الخامس. نقول مرة تانية تهنئة الكابتن محمود الخطيب. الخطيب يهنئ أعضاء وجماهير الأهلي ويشيد بجهود الجهاز الفني واللاعبين. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة والتحية لأعضاء وجماهير الأهلي ومحبيه في كل مكان بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ النادي، وخاصة جماهير الأهلي التي زحفت خلف الفريق إلى المغرب لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني لإحراز كأس البطولة وتحقيق انتصار كبير للأهلوية والرياضة المصرية. وأشاد الكابتن محمود الخطيب بجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي وكل منظومة الفريق على مدار مشوار البطولة، وقال أن كل عنصر منهم يستحق التحية والتقدير، خاصة أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة ومطبات صعبة، لكن كالعادة كانوا عند حسن الظن وأسعدوا جماهير الأهلي بالكأس الإفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية. وأشار إلى أن ما حققه فريق كرة من إنجازات هذا الموسم يحمله مسؤوليات مضاعفة في الفترة القادمة تستوجب عليه مضاعفة الجهد واستمرار التركيز لمواصلة مسيرة الانتصارات. نروح مرة أخرى للمغرب ولقاء مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي. عايزين نروح لكهربا. كهربا على الهواء. وإحنا على الهواء كهربا. تستاهل كل الخير واللعيبة كلها تستاهل كل الخير. اجتهدتوا بشكل كبير جدا جدا جدا. بطولة غالية. فرحتك النهاردة كانت مختلفة. أنا مش عارف ليه أنت اللي هتقولي فرحتك النهاردة كانت مختلفة ليه. حابب تقول يا كهربا على الفوز العظيم جدا وعلى الميدالية الغالية جدا جدا عليكم. نبقى كده عشان نشوف إيه عرب أفريقيا. الحمد لله فضل ونعمة من ربنا. يعني اللعبة دي كلها وجهاز فني تعبوا والجمهور اللي جاي من ورانا دوت يعني تعبوا بصراحة، وإحنا يعني ما كانش ينفع نحن نخسر أبدا، وربنا كبير وربنا كريم. والله يمكن الواحد كان بيتأمل قبل الماتش ده واللعبة كلها كان بيتأمل، كنا شعب نعرف نهم عشان نكسب الماتش دوت، عشان كده كنا فرحانين. والحمد لله يمكن حاجة بالنسبة لي خاصة جدا ان انا كنت بعيد قوي ورجعت شهر واحد واخد كاس مصر وكاس السوبر وبطولة افريقيا، والحمد لله يعني بشكر ربنا ان انا شاركت وتعبت في الماتشات دي كلها وربنا وضعش تعبي، وبشكر ابويا وامي واختي واخويا على تعبهم الفترة اللي فاتت دول معايا وجمهور نادي الاهلي على دعمهم، وبشكر طبعا مستر كولر والجهاز الفني كله على مساعدتهم ليا واللعيبة اخواتي. والنهارده كنت فرحان زياده عن اللزوم بقى لان انا لعبت 3 نهائيات مع نادي الاهلي، الحمد لله خدتهم ال3 نهائيات، وبالنسبه لي 3 افريقيا دي حاجه كبيره قوي، يمكن كنتش احلم ان انا اخد 3 افريقيا مع الاهلي 3 سنين، وبهد الكاس دوت طبعا لجمهور نادي الاهلي العظيم ولابويا وامي واختي واخويا ان شاء الله. انا يمكن سالت الشناوي على معلول، لازم اسالك على معلول. الحقيقه معلول ضغط جدا الفتره اللي فاتت الحقيقه، لكن
قدراتكم وامكانياتكم وعيوكم واللعيبه الكبار اللي في النادي الاهلي قدرت ان هي تطلع عليه مع الجهاز الفني، عملته ازاي؟ علي معلول لعيب كبير قوي وقدوه للاعيبه تونس واخويا. فرحه جميله، فرحه اللعيبه، ونتمنى بقى ان الفرحه تطول شويه. الحمد لله رب العالمين، بعد كده في فتره لحد الماتش اللي جاي ان شاء الله يوم 22 في فتره توقف دولي في مباراه للمنتخب، نشم نفسنا وناخد فرحتنا. تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. مدرب فريق النادي الاهلي مجهود كبير يا كابتن سامي، جدا 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 لكل اللاعبين وليكوا كجهاز فني، المستر كولر للجهاز الاداري. النجاح بيحسب للكل، عشان كده النجاح النهارده محسوب لكل الجهاز الفني وكل اللعيبه والطاقم الاداري. حابب تقول على البطوله الغاليه جدا جدا دي يا كابتن؟ اقول النجاح يتنسب لجمهور النادي الاهلي، يعني اللي كل المنظومه بتعمل عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي. ممكن الحمد لله فرحتنا كبيره جدا النهارده، عشان الحمد لله احنا عارفين جمهور النادي الاهلي وكبرياء النادي الاهلي، ان ما ينفعش فرقه تاخد من النادي الاهلي اكتر من بطوله او بطولتين. فالنهارده الحمد لله كان اكبر رد ليهم ولينا كجهاز فني وكمنظومه كامله كلها، ان احنا نسعى جمهور النادي الاهلي النهارده، وان احنا نخليه فخور بفرقته اكبر، لان هو بيخليها اكبر واكبر واكبر، ودايما الواحد شخصيته بتروح للحاجه اللي بيحبها او اللي شبهه يعني. فالحمد لله بشكرهم وبشكرهم على الدعم اللي خلال الفتره اللي فاتت دي كلها كانوا بيقدموه لينا كجهاز واللعيبه وكل منظومه النادي الاهلي. بشكر طبعا الجهاز الفني واللعيبه ومجلس اداره اللي معانا بالكامل النهارده. بشكر كل الناس اللي تعبت، سواء من عمال او جهاز طبي او جهاز دكتور نفسي، دكتور ابو الوفا ودكتور ابو عبله، وكل الناس تعبت واجتهدت، دكتور عبد المجيد ووفائي ومصطفى واحمد وكل الناس كلها يعني اجتهدت عشان تخلي النادي الاهلي دايما رقم واحد، وده الحمد لله اللي احنا بنأمله. الحمد لله النهارده بتاكد ان انت رقم واحد في القاره، الحمد لله 11 بطوله اعتقد، يعني بيننا وبين اقرب منافسنا كبيره جدا يعني، لان ده هو ده قدر النادي الاهلي يعني. ما هو ده، دي مشكله دايما ان انت دايما الناس بتحارب اللي ناجح يعني، ودي حاجه طبيعيه يعني، لكن الحمد لله كل يوم بتثبت للناس اللي انت بعيد جدا، اللي انت في حته تانية، اللي انت بتفكر في النادي الاهلي بس مش متفكرش في اي حد تاني يعني، بغض النظر عن امكانياته او قدرته او اسمه، لكن النادي الاهلي في حته تانية جدا. فانا والله العظيم مبسوط جدا جدا عشان خاطر ان جمهور النادي الاهلي النهارده فرحان وعاش يوم حلو، كان نفسي يبقوا معانا النهارده وكان نفسي يشوف الاحتفال دوت، لكن ان شاء الله ان شاء الله لسه عندنا بطولات كتير، لسه عندنا دوري عام ان شاء الله نقدر نحسمه، وعندنا كاس مصر وعندنا سوبر وعندنا سوبر افريقي وعندنا كاس عالم الانديه، كل دي ان شاء الله بطولات ان شاء الله تبقى في دولاب النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا عم. شكرا، كل الشكر والتقدير لكل نجوم النادي الاهلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سامي قمصان. فرحه عظيمه جدا جدا هنا في المغرب في اوضه اللبس، لعيبه النادي الاهلي سعيده جدا لان البطوله غاليه جدا جدا، كل اجتهد الحمد لله رب العالمين، عشان كده ربنا كلل كل المجهودات بالنجاح. وهنقول في كل مره يوم 11 ال11 في الجزيره. قلنا يوم 11 ويوم تاريخي والبطوله رقم 11، والتهنئه زي ما قلنا من جميع أنحاء العالم. يمكن تهنئة من الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بيهني نادي الأهلي بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة ال11 في تاريخه. كمان الفيفا الاتحاد الدولي، الأهلي بطلاً لإفريقيا للمرة ال11 في تاريخه، والنادي المصري ضمن بذلك المشاركة في كأس العالم للأندية فيفا السعودية 2023. وأخيراً وليس أخيراً يعني، مباركة من نادي أستون فيلا، بس دمها خفيف شوية، تعبنا، اللي هي المباركة كده جاية كده، تعبنا من مباركة لهذا النادي، تهانينا لعملاق إفريقيا نادي القرن النادي الأهلي المصري، التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة ال11 في تاريخه. تعبنا من مباركة لهذا النادي، بس إحنا بنقول لأستون فيلا إحنا بقى ما تعبناش من البطولات، لأن النادي الأهلي ما بيتعبش من البطولات لسه، ده إحنا هنتعبكم كتير وكتير وكتير الفترة اللي جاية إن شاء الله. تعالوا نروح بقى ل زميلنا كريم احمد ونشوف صاحب الفرح مستر كولر قال ايه بعد المباراه.
بجد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه بنوجه كل التحيه والتقدير لمستر كولر، واحد من المدربين العظام الحقيقه. التعامل الفني والنفسي والذهني والبدني بنشوفه الحقيقه في التدريبات وفي الكواليس، تحديدا كمان المباراه الاولى، ان هو يخرج لعيبه النادي الاهلي ويركز فيها بشكل كبير جدا ويديهم معنويات مرتفعه بشكل كبير عشان ترجع تحقق النتيجه هنا. ده يحسب للجهاز الفني بالكامل، الف مبروك لي. Ich gratuliere dem für den Sieg, denn es war bestimmt viel Arbeit, dass sie dann viel Arbeit, dass sie dann nach dem ersten Spiel, dass die Spieler dann mental stark bleiben, dass sie denn die Hoffnung nicht verlieren, dass sie die Spieler dann auf diesem Niveau bringen vor so ein wichtiges Spiel, nach so dem ersten Spiel. Das ist bestimmt dann viel Arbeit. Ich gratuliere dafür. Ja, danke. Es war natürlich Arbeit, weil wir weil ich das gespürt habe nach dem ersten Spiel, dass wir haben zwar gewonnen, aber die Spieler waren enttäuscht und die Zuschauer waren enttäuscht. Und da habe ich gemerkt, ja, okay, da stimmt etwas nicht. Also die waren in der Vergangenheit und haben gedacht, ja, okay, jetzt müssen wir hier nach Casablanca und haben ein schwieriges Spiel. Und dann war wichtig, da natürlich das aufzuarbeiten, wichtig, sie zu unterstützen, wichtig, dass wir positive Stimmung bekommen. Und ja, das war dann heute Morgen beim Footing, war das eigentlich der Höhepunkt für mich, wo die Spieler viel Freude und Spaß hatten. Und ich habe dann auch bei der Besprechung auch noch gesagt, dass wir das jetzt auf dem Platz umsetzen müssen. Und das war dann sicher, zweite Halbzeit war das dann wieder voll da. هو بشكرك في البدايه. احنا كان بعد الماتش الاولاني انا حسيت اصلا بعد الماتش خلص على طول حسيت كده ان في حاله احباط ضربت الجمهور على ضربت على اللعيبه. دخلت اوضه اللبس استغربت جدا من رد الفعل، كله كان محبط جدا. فانا من اول لحظه بعد الماتش ما خلص وانا في اوضه اللبس بدات اكلم اللعيبه، بدات ادعمهم، بدات افوقهم احنا كسبانين يا جماعه وبتاع. لكن لاحظت ان هم كانوا غارقين شويه في فكره السيناريوهات القديمه والماتش بتاع السنه اللي فاتت وكده. فانا كل شغلي الاسبوع كله كان من اول لحظه ازاي انا اخليهم ينسوا اللحظات دي وان هم يبداوا ان هم يطلعوا من الحاله دي. اشتغلنا كويس جدا جدا طول الاسبوع على الحاله النفسيه بتاعت اللعيبه بالذات، وان انا ادعمهم نفسيا كويس. اكبر حاجه وصلنا لها او الاحساس بقى اللي جالي ان احنا فعلا وصلنا اللي انا عايزه كانت النهارده في تمرين النهارده. وناس كتير من الجمهور ما تعرفش مستر كولر بيمرن اللعيبه يوم الماتش، يعني ناس كتير ما تعرفش الحكايه دي. فهو في تمرين النهارده الصبح حس بالاجواء الايجابيه بتاعت اللعيبه، حس بتركيزهم، حس بان هم لا خرجوا من الحاله دي تماما وان هم مركزين جدا في الماتش وان هم ناويين يعملوا نتيجه كبيره. الشوط الاولاني ما كناش احسن حاجه، لكن بعد ما اتكلمنا معاهم تاني في الشوط التاني بين الشوطين واتكلمنا على اللي احنا بنتمرن عليه بقى لنا اسبوع والاجواء اللي احنا بنتكلم عنها، اللعيبه استوعبت بسرعه اللي احنا في بنعمله بقى لنا اسبوع. فنزلت الشوط التاني عملت ماتش كبير والحمد لله ان احنا خرجنا بالنتيجه دي. النجاح بيحسب للكل، ويمكن ده اللي على طول الرساله اللي بيقولها مستر كولر ان هو مش بس اللي موجود، الاستاف كله بالكامل. كمان انا عايز اكد على نقطه ان هو اشتغل مع علي معلول في دور مهم جدا، لان علي تحديدا الحقيقه من القامات الكبيره جدا في النادي الاهلي، وكان لازم تشتغل مع نفسي الدور اللي اشتغل مع مستر كولر مع ان كان عليه ضغط كبير جدا. يا دكتور دي sind dann einer von den Trainern die immer dann über den Staff reden, dann das ist dann über die Teamarbeit dann von allen. Malul dann nach dem ersten Spiel, dann war psychisch anscheinend dann belastet oder gab es dann bei ihm ein Problem. Aber sie haben dann mit ihm ganz gut gearbeitet anscheinend. Malul ist ein großer Spieler bei uns, dann hat einen großen Wert bei Lahli. Sie haben mit ihm gearbeitet, psychisch besonders die ganze Woche, oder? Ja, also wir haben halt dann nach dem zweiten, dritten Tag haben wir, also habe ich gemerkt, dass er ja natürlich enttäuscht ist und dass er nicht ja, nicht jetzt irgendwie groß oder Motivation hat oder dass die selbstverständlich ist. Ja. Und dann ist natürlich wichtig, dass man den Spieler auf die Seite nimmt und mit ihm spricht und vielleicht mal fragt, ja, wieso, warum. Und aber auch zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade für dieses Finale, wir haben zwei Spiele, wir haben das erste gewonnen. Und jeder macht mal einen Fehler. Ja. Und er ist ein hervorragender Spieler, also von daher habe ich das nicht so schlimm gesehen, weil ich gesagt habe, ja, okay, wir müssen dich jetzt wieder aufbauen, du musst wieder klar im Kopf sein. Und ja, heute hat er die Flanke gegeben zum 1-1 und das ist dann schlussendlich das Ergebnis. Und jetzt freut er sich wieder, jetzt hat er Tränen in den Augen. Also das ist innerhalb von einer Woche von
von negativer Energie zu positiver Energie. Das ist dann natürlich schön, wenn man das so gestaltet. بعد الماتش فعلا في اليوم الثاني بالذات لاحظت ان علي حالته النفسيه ما كانتش احسن حاجه وكان محبط جدا. ففي اللحظات دي بيبقى مهم جدا دور المدرب. انا خدته على جنب، مهم ان انت تاخده على جنب، تتكلم معاه، ان انت تفوقه، تقول له لا، خصوصا لقيت الدوافع عنده مش احسن حاجه لانه في حاله كانت سيئه. فبتكلم معاه بتقول له انت لعيب كبير وعادي، وانا كنت شايف ان ما فيش اصلا غلط وكل لعيبه بتغلط واي لعيب مهما كان اسمه بيغلط عادي، وخصوصا احنا كسبانين، انت متضايق ليه؟ يعني احنا كسبانين اصلا، مش محتاج اصلا كل ده. اتكلمنا معاه كتير، اشتغلنا معاه كتير، وهو قاعد يتدرج معانا في ان هو يفوق، لغايه لما النهارده عمل ماتش كبير، عمل الجون الاسيست بتاع الجون هو اللي عاملها. فبتشوف الكوره ازاي بتتغير من اسبوع كان عندك دموع او عينيك مغرغره بالدموع من الاحباط، بعدها باسبوع عينيك مغرغره بالدموع من الفرحه والطاقه الايجابيه والسعاده والفرحه. وده اللي قدر علي النهارده يعمله، ان هو قدم النهارده ماتش كبير جدا وعمل مردود كبير جدا جدا، وهو لعيب كبير. وده يعني علي كنز لاي فريق لاي مدرب عنده. اخيرا رسالته لكل لعيبه الرجاله الحقيقه اللي قدرت ان هي تحقق قيمه كبيره جدا جدا. رسالتك اليو. Was sagst du den Spielern dann, die heute dann wirklich dann einen tollen Sieg erreicht haben? Ja, also jetzt ist, wir werden ja ein bisschen getrennt. Das sind die Nationalspieler, die weggehen und oder zur Nationalmannschaft gehen. Die Ausländer, die ägyptischen Spieler. Wir machen jetzt auch ein paar Tage ein bisschen Pause, gehen direkt in die Schweiz. Also wir haben jetzt keine Möglichkeit, mit der Mannschaft zu sprechen. Aber wenn wir zurückkommen, dann klar, ist ein fantastisches Ergebnis. Wichtig wird nachher natürlich sein, dass wir uns trotz diesem Champions League-Sieg auf die Meisterschaft konzentrieren. Die ist auch noch nicht gelaufen. Und da wollen wir natürlich auch noch das Maximum rausholen. هو للاسف انا مش هلحق اتكلم معاهم كتير لان عندنا لعيبه المنتخب، في 9 لعيبه هتسيبنا دلوقتي رايحين المنتخب، في لعيبه كمان دوليه اجانب ماشيين برضو دلوقتي على طول، انا كمان رايح سويسرا برضو اجازه يومين ثلاثه، فاحنا مش هشوف الفرقه تقريبا خلاص من دلوقتي لغايه لما نتقابل بعد ما نخلص نرجع من الاجازه. لكن اكيد اما هنرجع اتكلم معاهم ازاي ان فوز ده كبير وفوز مهم وان احنا ننبسط، وان احنا مش هنلحق ننبسط كتير يعني بسبب الماتشات الدوليه. لكن الاهم من كده ان انا لازم اتكلم معاهم ان احنا عندنا الدوري وداخلين على ماتشات دوري وضغط ماتشات كبير جدا في الدوري، واحنا عايزين نحسم الدوري بشكل حاسم وبسرعه لان الدوري لسه ما خلصش. كل الشكر والتقدير لمستر كولر وكل نجوم النادي الاهلي، مستمرين مع كل جمهورنا العظيم ولقاءات خاصه من هنا من كازابلانكا بعد حصول النادي الاهلي على البطوله ال11. واضح الفرحه والسعاده على مستر كولر، راجل من بدايه الموسم لحد دلوقتي داخل في 4-5 بطولات، واخد رابع كاس عالم، واخد كل البطولات اللي لعب فيها السنه دي على مدار الموسم، وينتظروا كمان ان شاء الله بطوله اخرى، بطوله الدوري العام هي الاقرب ان شاء الله، لم تحسم بعد ولكن هي الاقرب للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن اسامه، مكاسب بالجمله بعد الفوز مباراه اليوم. اكيد طبعا، يعني النهارده انت بعد الجوائز الماليه بطوله افريقيا 4 مليون دولار. صحيح. النادي الاهلي خلاص هياخد 4 مليون دولار، ودي حاجه كويسه جدا بعد زياده الجوائز الماليه. تاني حاجه انت هتلعب كاس عالم انديه، النادي الاهلي 2020 كانت بطوله في كاس عالم انديه في الدوحه، 2021 في الامارات، السنه اللي فاتت كانت في المغرب، السنه دي ان شاء الله في السعوديه، 2024 انت خلاص بالشكل الجديد، فانت بتتكلم 5 كاس عالم النادي الاهلي متواجد فيهم. استون فيلا بيبارك لنا، قال لك تعبتونا. استون فيلا احنا استون فيلا بدا ينوش الفرحه خلاص هينام، عايز ينام بعد الساعه 2 خلاص. النادي الاهلي ما بيتعبش من البطولات، يعني النادي الاهلي اراهنك النهارده انت كسبان بطولة ال 11، بعد 5 دقايق الجماهير هتقول لك ال 12. لا 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 استنى شويه، هتقول لك 12 يا اهلي، استنى شويه ناخد نفس، الناس ابتدت تقول. لا 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 خلي بالك، وهي دي بعت لي بيقول لي 12 يا اهلي، قول له يا عم احنا بنتكلم. علشان كده النادي الاهلي مختلف عن اي مكان، في ناس بتكسب بطوله بتفرح وتعيش عليها سنين، النادي الاهلي انت بتكسب بطوله بعد كام يوم بتقفل عشان تشوف غيرها. علشان كده السنه دي موسم استثنائي للنادي الاهلي، مختلف صحيح. في كرة القدم ان شاء الله البطولة الخامسة، في العاب الصالات كمان، في فرع جديد في بنية تحتية. فان السنة دي اتمنى من كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارة النادي الاهلي يكون في حفل
يليق بالسنه دي، السنه الاستثنائيه اللي فيها كل الانجازات الكبيره اللي يعني على ما اعتقد ما مرتش في تاريخ النادي الاهلي. بالزبط. كم الانجازات في الكوره، كم الانجازات في العاب الصالات، كم فرع جديد كمان في البنيه التحتيه وانشاء فرع جديد للنادي الاهلي، فدي حاجه تحسب للنادي الاهلي. على فكره يا كابتن اسامه، احنا سله ويد وقدم كاس عالم لاندي. كاس عالم لاندي ما دي برضو يعني النادي الوحيد في العالم في العالم. بتلاقي في ثلاث لعبات قدم وسله وكره يد متواجدين في كاس العالم، وبطوله كاس العالم في اليد وفي القدم هتكون في السعوديه ان شاء الله. النادي الاهلي ليه جماهير هناك غفيره وجماهير كبيره جدا. الحاجه الثانيه برضو بنبارك للكابتن محمود الخطيب، كنت حضرتك قلت تهنئه تهنئه الكابتن محمود الخطيب لجماهير النادي الاهلي واعضاء مجلس النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكل القائمين على المنظومه. من ضمن الارقام برضو الحلوه ان ال11 بطوله للنادي الاهلي البطوله الافريقيه كان شاهد عليهم الكابتن محمود الخطيب سواء كلاعب او عضو مجلس اداره او نائب رئيس للنادي الاهلي او رئيس للنادي الاهلي. فال11 بطوله شاهد عليهم سواء لاعب او متمثل في مجلس الاداره. كمان يعني كابتن محمود الخطيب يا كابتن ايمن وانا شهادتي مجروحه فيه، شوف لما يبقى عندك رئيس نادي من خلال الدوره اللي فاتت والدوره دي هتلاقي ظهوره نادر جدا. صحيح. ظهر مره او مرتين في الخمس سنين او ست سنين، لكن دايما العمل الشغل داخل النادي الاهلي حتى في وقت المحنه في الوقت الصعب تلاقيه محتفظ بالكلام بتاعه ودايما يقول للرساله لا لازم نشتغل لازم نشتغل. علشان كده بتشوف نجاحات كبيره دلوقتي في النادي الاهلي. في ناس ثانيه طول ال 24 ساعه ماسكه الحديده وكلام، ما ينفعش الكلام والعمل، لازم يبقى فيه اختلاف بين الاثنين، لازم تركز في شغلك. عشان كده هو ده اللي عامله كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، دايما في تركيز في الشغل. صحيح. الحاجه الثانيه برضو واحنا النهارده بنتكلم عن عريس اليوم بقى محمد عبد المنعم، هقول لك يعني حاجات كده. محمد عبد المنعم في بداياته محمد عبد المنعم وهو في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وهو في مرحله الناشئين وهو لسه ولد صغير، كان مركزه الاصلي كراس حربه، كراس حربه في بداياته، ووظفه مساك كابتن ياسر رجب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. طبعا وقتها محمد عبد المنعم زعل جدا وقعد في البيت ما يقرب من اسبوع و10 ايام زعلان من الكابتن ياسر رجب اللي وظفه من راس حربه وهو ولد صغير، كان في كل مباراه ممكن يجيب خمس ست اهداف في الموسم الواحد، ممكن يجيب له مثلا 30 40 هدف، وكان فرحان، كان عنده القوه وعنده المهار. فكابتن ياسر رجب غير له مركزه من مساك، من راس حربه لمساك، قعد في البيت حوالي اسبوع 10 ايام. فوالده جابه وراح للكابتن ياسر رجب قال له يعني المكان بتاعه راس حربه وانت غيرت له المكان بتاعه وهو متضايق وكان بيحرز اهداف. قال له بص انا بقول لك للمستقبل محمد عبد المنعم لو لعب في المكان ده في يوم من الايام هيكون في دفاعات النادي الاهلي في منتخب مصر. وكان الكلام. محمد عبد المنعم ما شاء الله دلوقتي شوف واحد من المساكين افضل مساكين، مش هقول لك بقى في النادي الاهلي ولا في مصر، لا في افريقيا، في افريقيا تقريبا. الحاجه الثانيه اللي جمعتني بيه واحنا كنت موجود مع الكابتن حماده صدي في منتخب الشباب وكان معانا محمد عبد المنعم كان لاعب في منتخب الشباب وكنا بنلعب بطوله في زامبيا في غرب افريقيا، ومحمد عبد المنعم عمل واحده من احلى البطولات في حياته وهو لسه ولد صغير في مرحله الشباب. وقتها واحنا في زامبيا وانا قاعد معاه هناك فاحنا قاعدين بساله بقول له انت عملت عقد مع النادي الاهلي؟ قال لي لا لسه. وقتها وانا قاعد مع وقتها رحت مكلم الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقتها كلمت الكابتن حسام البدري كان المدير الفني، فرفعت سماعه الكابتن سيد، كابتن سيد عندك لعيب كويس اسمه محمد عبد المنعم معانا في منتخب الشباب، خلي بالك عشان الولد ده مش ماضي عقد. وكلمت بعدها الكابتن حسام البدري، يا كابتن حسام عندك لعيب كويس يستحق انه يتمرن وياخد فرصه. فحتى وقتها قال لي طب طوله طويل، طب سريع، طب قوي، الكابتن حسام عايز يدخل في التفاصيل. قلت له خده وجربه وشوف التمرين. خده ومرنه وكانت اول مباراه ليه كانت اتلتيكو مدريد، وما شاء الله ادى وقتها مباراه كبيره جدا. ووقتها كان محمد عبد المنعم هيعمل بقى عقد بعد المباراه مع الكابتن سيد، خلص القعده مع الكابتن سيد وطلع بيسالني بيقول لي يا كابتن اسامه انا هيدوني في النادي الاهلي كذا، قلت له لا انا دوري عند هنا ودوري وقف. لكن انا بقول لك النادي الاهلي طول ما انت في النادي الاهلي، النادي الاهلي هيقدرك كويس. اهم حاجه اللي تفكر فيه ازاي تلعب، ازاي تحط رجلك في النادي الاهلي، ازاي تبقى واحد من العناصر الاساسيه. الفلوس والعقود والكلام ده كله هيجي بعد كده. صحيح. الحمد لله اذا كان محمد المنعم واحد
من اهم اللعيبه في النادي الاهلي صحيح. ودلوقتي من الاساسيين في منتخب مصر وحاجه منوره الحمد جدا الحمد لله رب العالمين وبنقول له الف مبروك على الهدف الحلو بتاع النهارده الحمد لله رب العالمين بس ده يدل على ايه يا اسامه؟ ايه؟ يدل ان راس الحربه ممكن يلعب في اي مكان في الملعب ما تميزش لا لا ما تميزش عشان انا كده كابتن بلال بلال بس لا لا دي مش حقيقة بلال عايز اقول لك اسكت اسكت وانت كمان اسكت اسامه سوء قال لك حاجة الحربة ينفع يلعب في اي محل في الملعب لا لعيب عنده الموهبة لعيب عنده الموهبة وعنده المهارة وعنده الفكرة دي حقيقة بص يا كابتن بلال انا عندي تعقيب المهارة والموهبة والفكرة عندي تعقيب على الموضوع ده بس نروح الاول لزميلنا كريم احمد ولقاء مع خالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي دينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم خالد عبد الفتاح يتمنى له كل التوفيق بطولات النادي الاهلي بطولات لا من غير تبقى خلاص الميداليه دي اهم حاجه لان غاليه جدا يا خالد الحقيقه اجتهدت وتعبت لعيبه رجاله الحقيقه كنت على قدر المسؤوليه قول لي التحضير ازاي للمباراه لان المباراه صعبه فيها ضغوطات كبيره لكن بقيمه النادي الاهلي الكبيره قدرنا ان احنا نرفع الكاس هنا في المغرب طبعا كان ماتش صعب جدا بره النهائي بره الارض كان ماتش صعب ضغوطات بس طبعا شخصيات النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه الكبيره وما حسيناش بالضغوطات دي قوي كنا مركزين جدا جدا بنتمرن على اعلى مستوى اعلى مستوى في التركيز اعلى مستوى في التمرين ما حدش باخل باي نقطه عرق في تمرين او الماتش النهارده نشكر اللعيبه اللي لعبت 90 دقيقه او الخمسه اللي نزلوا ادوا روح للفرقه والحمد لله النهارده كسبنا واغلى بطوله في حياتي خدتها جمهور النادي الاهلي اللي جه ورا الفرقه وساند ودعم تقول له ايه لان الحقيقه جمهور عظيم قوي ثانيه يعني هم السند والدعم على طول يعني جمهور النادي الاهلي حاجه معروفه هم اللي بيدونا دايما الحافز ودايما في ظهرنا بيجوا ورانا المغرب بيجوا ورانا جنوب افريقيا ورانا في كل حته استاد القاهره بيجوا الاهالي العائلات بنات ولاد صغيرين اطفال ما فيش طبعا كلمه تقدر توصف مجهودهم طبعا الف شكر الله يبارك فيك لا يعني مش عارف اقول ايه اكتر من كده خصوصا بعد موضوع اسم فيلا ده قال لك تعبنا من كتر المباركه ليكم بصراحه لا يا سيدي ربنا يزيد افراحنا ونبارك على طول هو بس من كتر المباركات الحمد لله يعني دي فاكر دي اشاده بس ايه في دمها خفيف في صيغه تهريج يعني شويه لكن هو طبعا اكيد بيشيد بانجازاتك وبطولاتك ومش غريب على النادي الاهلي الحمد لله طبعا يعني ومزيد من البطولات ومزيد من الانجازات ان شاء الله رب العالمين هو ده نظام في النادي الاهلي ايمن بتاخد بطوله خلاص بتكسب بتاخد بطوله بتسبق هو ده عشان كده كم البطولات الحمد لله موجوده في النادي الاهلي ما جاتش من فراغ يعني جات ان في فكر وفي اسس موضوعه النادي الكبير عايز يبقى كبير وعايز يبقى عنده بطولات كتير ما ياخدش بطوله وخلاص واكتفيت على كده لا خالص لا انت بتاخد بطوله خلاص الحمد لله ابدا افكر في اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها وابدا اشتغل على المدى الطويل وابدا اغير في فرقتي وابدا اجيب يعني دايما انت عندك حته تغيير ودايما عندك يعني بتغير وبعد كده عندك استقرار كام سنه كلها بطولات وبعدين بترجع تغير تاني لاحسن استقرار يعني هو ده النادي الاهلي او هو دي مفهوم الفرقه الكبيره وعندك اهداف اخرى انت ما بتقفش على كده هو كده هو صح يعني انت كل سنه قبل الموسم انا في كام بطوله اربعه انا بلعب اربع بطولات دول صح. بلعب على الاربعه انا مع مش هفكر اخد بطوله حلوه من اربعه لا 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 انا بلعب اربع بطولات ولو خسرت واحده تزعل جدا ايوه والجماهير تزعل المبدا اللي عندك او القناعه اللي عندك ان انت المركز الثاني عندك خساره صح في اي حاجه على فكره في كل الالعاب مش في الكوره بس المركز الثاني مش موجود في قاموس النادي الاهلي او في لعيبه النادي الاهلي او في الرياضه عامه في النادي الاهلي المكسب والخساره موجوده لكن انت ما بتقبلش المركز الثاني انت بتلعب دايما على المركز الاول انت بتلعب دايما على البطوله دايما بتلعب على انك انت تبقى الرقم الاول رقم واحد عشان بالرغم من الظروف الصعبه اللي مر بيها النادي الاهلي خصوصا في البطوله دي لو كنا لا قدر الله ما خدناش البطوله النهارده كانت الجماهير هتزعل جامد جدا جدا لان جماهيرك دايما متعشمه فيك انك هتاخد البطوله دايما عندها ثقه فيك عاليه جدا جدا فوق ما تتخيل يعني الناس حتى بعد ما خسرت في الاول البطوله وكانت المشكله على المحك انت لا اللي كمان المشكله اكبر ايه انت مصيرك ما كانش في ايدك ايوه يعني مصيرك مع الهلال وسان داونز بس انا بالنسبه لي انا دي كانت الاشاره ان سان داونز الهلال ضربه الجزاء ضاعت خلاص انا عارف ان النادي الاهلي مش هيضيع الفرصه دي صح. مش هضيعها مفيش حد كان يقنعني ان ممكن النادي الاهلي المباراه اللي بعدها يخسر لا الموضوع انتهى تماما خلاص انا في ضوء جالي تاني خلاص فضلت ماشي على الضوء ده لحد ما وصلت لاحلى نور في الاخر اللي هو صح. البطوله نفسها لكن هو ده النادي الاهلي كمل بطولتك جماهيرك عندها ثقه فيك جامده جدا 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 وعايز اقول لك يا ايمن الكلام ده مش بقول انا مني يعني بفتي في
شريحه كبيره جدا جدا من جماهير النادي الاهلي بعد مباراه سان داونز والهلال تاكدت ان الاهلي هياخد بطوله، تاكدت ان الاهلي هياخد بطوله مش هوصل للنهائي، لا لا هي تاكدت ان البطوله دي للنادي الاهلي بغض النظر هيقابل مين في النهائي، سان داونز او الوداد او او او، لكن لا كان كل تاكيد ان انت البطوله دي ان شاء الله من نصيبك وحصل. صح ماشي الحمد لله بمستوى ثابت بمباريات كبيره جدا، في صعوبات لكن في الاخر وصلت للحاجه الحلوه. صحيح. اللي هي البطوله اللي كل الناس بتبص عليها وبتدور عليها، وبص فرحه اللعيبه عامله ازاي، كله نسي التعب وكله نسي الجري وكله نسي كل حاجه. انت بتتكلم في فرحه مش عايز اقول لك عامله ايه في الناس كلها، بقول لك الجماهير في الميادين ونزلوا طبعا الناس كلها فرحانه جدا 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 جدا. البطوله غاليه قوي يا ايمن، يعني بطوله يعني مش اول بطوله، دي بطوله 11 يعني مثلا بطوله غاليه وصعبه، اول بطوله لا لا دي البطوله 11 لكن صح. هي ظروفها واللي حصل طول المباراه هي دي مخليه البطوله دي غاليه جدا بالنسبه لك، واللي مخليها غاليه اكتر ان انت خدتها من الفريق اللي خدها منك السنه اللي فاتت، فدي برده في ملعبه فدي برده مخليها برده الموضوع حلو بزياده. أيوه. خصوصا الوداد، الوداد فريق كبير جدا وفريق بطولات وفريق احترم جدا جدا جدا، صعب على ملعبه طبعا. كنا بنتكلم على الوداد يعني قلنا مباراه لا مش سهله، الوداد فريق مش سهل اذا كان على ارضك او بره ارضك، لا فريق عارف يعني ايه بطوله، عنده عناصر كويسه ومدير فني على مستوى عالي جدا، لكن انت النهارده الحمد لله فزت بالبطوله وراجع مبسوط، وان شاء الله ترجع القاهره بكره تكمل فرحتك مع جماهيرك، تكمل على فكره هنفرح شويه. بس على فكره عايز اقول لك حاجه، ده في 9 لعيبه هيفضلوا من النادي الاهلي هينضموا للمنتخب في المغرب. ده طبيعي 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 يا امن، يعني النادي الاهلي طول عمره كده الحمد لله، يعني طول عمره منتخب العدد الاكبر موجود من النادي الاهلي من زمان جدا، فالتسع لعيبه هيكملوا بس هيكملوا فرحانين ومبسوطين ونفسهم مفتوحه على كل حاجه مع المنتخب. مزبوط. فكل التحيه للعيبه والف الف الف مبروك، والجمهور كان موجود في المغرب ده بجد حاجه بجد شده وتحيه خاصه ليهم. صحيح. غير طبعا جماهيرك الكبير قوي في كل حته، خصوصا النهارده الناس كلها فرحانه، تحس انهم رايحين وواثقين انهم هيرجعوا بسرعه، لان انا بقول لك والله يا ايمن حتى بعد مباراه الوداد و2-1 والناس بدات كتير قوي تصدى لك التشاؤم ده، لكن في فئه كبيره عارفه ان النادي الاهلي مش هيفرط في البطوله دي مهما كانت النتيجه، حتى لو الامور صعبت شويه لكن في الاخر انا بعرف افوز الحمد لله، دايما في حته توفيق كده ربنا بيوفقنا. هي الناس كمان دايما عندها الثقه دي جامده جدا جدا ان ربنا ان شاء الله مش هيخذلنا او مش هيخذل الجماهير الكبيره دي، وقد كان يعني الحمد لله بطوله ممتعه وبطوله غاليه جدا وفرحه هيستيريه، واليوم حقق فرحه طبعا، هم تعبوا جدا السنه دي. كابتن اسامه، يمكن امتدادا لكلام الكابتن علاء، بعد ماتش سان داونز حصلت سيناريوهات كده غريبه، تحس ان السيناريوهات كلها كانت تقول لك ان البطوله دي رايحه للنادي الاهلي. في اشارات طبعا، ولكن برضو ما انت في المقابل هتلاقي ممكن فرقه الوداد يقول لك انه احنا التعادل الراجل جابه في نفسه اشاره لينا ان احنا ناخد بطوله، الجون اللي جبناه في النادي الاهلي في بعد 2-0 في الدقيقه 87 اشاره للبطوله، الجون الهدف النهارده ممكن تقول اشاره للبطوله. فهي ماشي في اشارات، لا بس انت جاي من طريق بعيد قوي، يعني انت كنت قاب قوسين او ادنى من الخروج، ولكن معدن لعيبه النادي الاهلي. ايوه والنادي، انا مش عايز اتكلم واقول ايه ان علشان حصل كذا إيه احنا وصلنا، لا ما انت تعبت بعد كده. هو ده اللي عايز اقوله بقى، ان هي مش معنى بينالتي قطر الطاهر ضاعت هي دي اللي وصلتنا، لا ما احنا كان ممكن ما نكسبش الماتش اللي بعد كده. لا انما ديك بينالتي قطر الطاهر لما ضاعت كانت سبب من ضمن الاسباب. لا ما هي سبب ليه؟ سبب لانه النادي الاهلي الطبيعي والمنطقي انه يلعب، هو بيلعب على البطوله. ايوه. فحصل التوفيق في الكره دي، بس في خبرات وتراكم خبرات عند النادي الاهلي في اداره جيده، في اداره فنيه جيده، في لاعبين على مستوى عالي، في كل العوامل دي مجتمعه صح، هي اللي مخليه الناس عندها ثقه، مش مجرد بس ان في اشارات بتديني زي كره قطر الطائر مثلا، ان اشارات بتديني ان البطوله للاهلي. أيوة. وعشان كده انا بقول لك لو انت خدتها بلغه ان مجرد اشارات، ما انا ممكن احولها على
جماهير المغرب مثلا او محللينهم او كذا هيقول لك اشاره الراجل جاب جون في نفسه في الدقيقه 87 في سان داونز، دي اشاره للوداد. الجون بتاع الاهلي هنا اقول لك اشاره للوداد. الجون الاولاني وناقص ربع ساعه اشاره للوداد. ما انا ممكن اقدر اقول كده. لا انا قصدي ان انت سألة. كان موقفك صعب. ايوه الوداد ما كانش موقفه صعب زي النادي الاهلي. لا ولكن احنا اتصعبت علينا اثناء البطوله. اه انا فاهم، بس انا اقصد انه مش مجرد هي عشان اشاره ان الاهلي، لا الاهلي بذل مجهود كبير. الاهلي بقاله 3 سنين بيوصل للنهائي ودي المره الرابعه على التوالي. يعني انا اقصد في مؤسسه شغاله وفي لعيبه وفي جهاز فني شغال وفي لعيبه جيدين واخدين بطولتين من 3 سنين اللي فاتوا، فدي تكمله. موضوع قطر الطائر دي كرة قدم وبيحصل في العالم كله كده، ان ممكن جدا يحصل توفيق وعدم توفيق في 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 الكورة في لحظة معينة في البطولة. يعني امبارح مثلا في ماتش مانشستر سيتي والانتر، مانشستر سيتي ما كانش في احسن حالاته وجاب جون اخر ربع ساعة. الانتر ما عندوش توفيق مثلا في كورة او كورتين، واحدة في العارضة وواحدة تانية على خط الجون اللي خبطت في رجل الباك وطلعها. فالتوفيق وعدم التوفيق ده موجود في كرة القدم، بس ده مكمل لعناصر كتيرة جدا اساسية هي اللي بتدي البطولة. اول حاجة العنصر المادي اللي هو المال، لانه ده بقى عنصر مؤثر في كرة القدم. المال بيخليك تعرف تجيب لعيبة جيدين، بتعرف تصرف على لعيبتك، ما عندكش مشاكل في مرتبات لعيبة، ما عندكش مشاكل في مرتبات مدربين، ما عندكش مشاكل. دي واحدة، إدارة جيدة تقدر تدير المنظومة كلها وتدير هذا المال. ما ممكن برضو إدارة تتصرف تصرفات خاطئة، فإدارة جيدة كل ده بيجمع في لعيبة جيدين، لانه الاساس بقى هو اللعيبه الجيدين. بس دي بتيجي من عوامل تانية شغاله عشان تجمع اللعيبه الكويسين دول، مع جهاز فني بقى، مع جماهير كبيره، مع خبرات كتيره على مدار سنين طويله، كل مع اعلام جيد. كل الكلام ده منظومه وعوامل كتيره متكامله مجتمعه هي موجوده في النادي الاهلي، وهي اللي بتوصلك لكده. يعني الحاله اللي الاهلي ما كانش فيها ظهر بصوره جيده في دوري المجموعات كانت الاستثناء. ايوه الاهلي مش ماشي صح. كويس وكانت مفاجاه. فلما المسار اتعدل بماتش الوداد وماتش الهلال وسان داونز، لما اضاع قطر الطائر ضربه الجزاء، الناس لكل العوامل اللي انا قلتها دي عارفه ان النادي الاهلي خلاص بقى هو المرشح الاول للبطوله. أيه. يعني ده فده أيه. ده هو ده الاساس الشغل. يعني الاداره مع مال، مع لعيبه جيدين، مع جهاز فني، مع جماهير، مع منظومه متكامله. فالنادي الاهلي يستحق، والنهارده التوفيق كون جاله التوفيق في الدقيقه 77 وناقص يعني ربع ساعه ولا على بعد خطوات والمباراه تنتهي، ده نتاج زي ما قلت لك شغل كتير وتعب، ومش من فراغ ان النادي الاهلي يصل لرابع مره على التوالي في البطوله وياخد 3 مرات من الاربعه، ودي متكرره في النادي الاهلي. يعني اسامه كان بيتكلم وبلال بتاع في 2005 و2007 و2008، احنا في الجيل بتاعنا من اول بطوله 82 علاء طبعا كان لعبها، انا ما كانش ليا نصيب، كنت موجود في الفرقه بس كنتش في القيد الافريقي. من 82 ل 87 واصلين 6 نهائيات افريقيا واخدين منهم 5. مظبوط. يعني 82 خدنا بطوله افريقيا، 83 وصلنا نهائي وخسرنا، 84 و85 و86 خدنا ابطال الكؤوس، 87 رجعنا لابطال الدوري خدناها. يعني 6 نهائيات متتاليه النادي الاهلي حصل فيها على 5 بطولات. صحيح. وهكذا اتكررت في الجيل بتاع 2005 لغايه 2008 او 9، خدت 3 بطولات من 4 نهائيات وصلهم، واتكررت هي تاني في الجيل الحالي 4 بطولات او 4 نهائيات متتاليه. صحيح. يقدر يكسب فيهم. فده نتاج شغل كتير قوي يعني. صحيح. طيب تعالوا بقى نعيش الفرحه مره اخرى مع
جماهير وأعضاء النادي الأهلي في فروع النادي الأهلي المختلفة، والبداية مع زميلة سلا حامد بأهلي الشيخ زايد. من جديد أرحب بك يا كابتن أيمن وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، وطبعا كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مليون مبروك يا كابتن أيمن، مليون مبروك، وبارك لحضرتك طبعا ولكل جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور في الكون. زي ما حضرتك شايف طبعا الأجواء ورايا فرحة كبيرة يا كابتن أيمن، الكل هنا بيحتفل طبعا بال11 أو باللقب الأفريقي رقم 11 في تاريخ النادي الأهلي، ومعي في هذه اللحظات طبعا أعضاء النادي الأهلي. ببارك لحضرتك مليون مبروك، مليون مبروك النهارده. تحب تقول ايه النهارده بمناسبه فوز طبعا النادي الاهلي؟ النادي الاهلي، النادي الاهلي بمن حضر حقيقه، الاهلي تعب قوي عشان البطوله دي، وكله بمجهود، كله بمجهود اعضاء مجلس الاداره، وحقيقه يعني رغم الحكم كان ضدنا بس الاهلي بيلعب كويس، ونهدي الجمهور ده لاعضاء مجلس الاداره كلهم، وان شاء الله دايما يا اهلي دايما يمتع الجماهير، والاهلي بمن حضر، والاهلي دايما بيسعد الشعب المصري كله كله. مبروك للاهلي، مبروك للاهلي، مبروك. بتقول ايه؟ بتقول ايه لمجلس اداره النادي الاهلي وطبعا لعيبه النادي الاهلي النهارده؟ ومليون مبروك، الف 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 مليون مبروك للكابتن محمود الخطيب وادارته كلها، ووش السعد الاستاذ انديل طارق انديل، لانه هو كل لما بيروح بعثه حضرتك الحمد لله بنرجع بالانتصار، واحنا رجعنا بالكاس الحمد لله، واللعيبه كانوا 11 لعيبه في الملعب، والخمسه اللي اتبدلوا كانوا رجاله، والف مليون مبروك لمصر كلها. لحضرتك طبعا مليون مبروك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي طبعا والجهاز الفني ومستر مارسيل كولر؟ انا كل ماتش باجي هنا واسجل معاك وشك حلو على الاهلي. اول حاجه لعيبه الاهلي لعيبه كبيره، والكابتن محمود الخطيب كل ما بيروح ماتش مع الاهلي ربنا بيرجعنا منصورين. واحب اقول للدكتور محمد منير الزملكاوي الصميم، احنا كسبنا برضه، احنا كسبنا يا زملكاوي زميلي، احنا كسبنا يا دكتور محمد، والف مبروك للاهلي وعبار السوبر الافريقي. طبعا لحضرتك مليون مبروك، ببارك لحضرتك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي؟ بنشكر اللعيبه على مجهوداتهم الكبيره، وبنشكر مجلس الاداره مسؤول على راسهم كابتن محمود الخطيب، وبنشكر الكابتن كولر والفريق الفريق اللي هو بيعاونوا معاه، بنشكرهم جدا على المجهودات، والفريق ادى اداء راقي جدا، وبنشكرهم جميعا، نشكرهم جميعا. ببارك لحضرتك طبعا مليون مبروك، الف مبروك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ الف الف مبروك، وايه اليوم الحلو ده، وايه اليوم الجميل ده، الف مبروك للاهلي وجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي والخطيب وبيبو، وكلنا مفرحانين، ويوم جميل قوي 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 وحلو قوي، والحمد لله بعد الازمه فرحنا كلنا، والحمد لله كسبنا، والف الف مبروك. ببارك لك طبعا مليون مبروك. تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني؟ احب اقول للاعيبه الف مبروك، لاعيبه رجاله، واحب اشكر كابتن، احب اشكر المدير الفني كولر، مدرب اقسم بالله عظمه، شابوه شابوه كابتن كولر، مدرب كبير عظيم، واشكر الكابتن الخطيب على مجهود العظيم اللي بيبذله للنادي، وشكر للجماهير للنادي، والف مبروك. لقب اهلاوي ال11 في تاريخ النادي الاهلي، ببارك لك طبعا. تحب تقول ايه للجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي؟ اقول اغلى لقب واحلى لقب جبناه من قلب كازابلانكا، من قلب كازابلانكا، من قلب المغرب، احلى بطوله للاهلي، بيسعدنا وبيفرحنا الاهلي على مستوى البطولات مع الكابتن محمود الخطيب، كره يد سله كل البطولات، وعلى الانشاءات كلمة محمود الخطيب للعيبة هي كلمة السر. ألف مبروك لقطة البطولة بتاعت كابتن محمود الخطيب لما كان بيقرا الفاتحة، ومحمد عبد المنعم نجم المباراة، ومحمد الشناوي، الأهلي كله نجوم، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فعلا يا كابتن أيمن زي ما جمهور الأهلي بيقول الحمد لله، فرحة كبيرة يا كابتن أيمن طبعا زي ما حضرتك شايف، الحمد لله. ببارك لك يا كابتن أيمن تاني، والأهلي العودة مرة أخرى للسود. كابتن أيمن من جديد وبضيوفك الكرام، كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، النادي الأهلي بطل أفريقيا للمرة الـ11، النادي الأهلي كالعادة رجل المواقف الصعبة، وبيثبت إن مفيش مستحيل، يعني الحقيقة الفرحة هنا بتسود في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. ألف مليون مبروك لكل الأهلاوية يعني، وطبعا معي في هذه اللحظات بقى بعض من أعضاء النادي الأهلي. ده طبعا ببارك لك على الفوز النهارده، وعايز اعرف رايك. والله كانت ماتش
صعب جدا علينا وكلاعيبه، بس الحمد لله طبعا اراده النادي الاهلي تكسب اي حاجه، والحمد لله على المكسب اللي جه في توقيت جميل جدا، والحمد لله على ال11، والحمد لله اول ما توقعت ال11 في السنه اللي فاتت بعد ماتش الوداد السنه اللي فاتت، والحمد لله على ال11. شايف مين رجل المباراه النهارده؟ الحمد لله على المكسب النهارده، الحمد لله الحمد لله كنا نكسب 4 النهارده 4-1 النهارده، لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايه رايك في مباراه النهارده؟ الحمد لله مبروك للنادي الاهلي وجماهيره واعضاء مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، والنهارده 11 هم 17 لاعب رجاله، والحمد لله خدنا البطوله ديت عيون عشان الكل وقف ضدنا، ربنا كبير ربنا كبير قوي. يعني شفنا اداء رجولي جدا من لاعبي النادي الاهلي النهارده، ايه الرساله تحب توجهها لهم بعد تتواجدهم البطوله 11 في تاريخنا؟ نقول اولا الف الف مبروك للاعيبه النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي على البطوله الغاليه علينا، واحنا كنا فعلا منتظرين البطوله دي، واحنا الاهلي دوت فريق البطولات، الاهلي فريق البطولات، وزي ما بيقول كابتن علاء بيهوب الاهلي في حته ثانيه، الاهلي في حته ثانيه وبننتظر منه كتير. يعني طبعا زي ما حضرتك شايف يا كابتن ايمن الفرحه بتسود في مقر النادي الاهلي بالجزيره، يعني الحقيقه ده شعور كل الاهلاويه. اكيد ببارك لكم مره ثانيه مستمرين معاكم في لقاءاتنا، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مشاهدينا ومشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي على الوداد المغربي، بطوله طبعا نهائي دوري ابطال افريقيا، بطوله مهمه بطوله كبيره حاليا من فرع مدينه نصر. طبعا فرحه الجماهير اكيد موجوده في كل مكان، الف مبروك. برحب بيك طبعا يعني معايا كل اكيد اللقاءات، برحب بيك في البداية ألف مبروك للنادي الأهلي، تحب تقول إيه؟ ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، ومبروك لمجلس الإدارة والكابتن الخطيب، وشكرا كولر، رابع بطولة وإن شاء الله الخمسة الدوري جاي. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، وبعد الفوز دوت للكابتن اللي جاي من ألمانيا وجايب عالم المنافس، وعالم المنافس بهدله الفوز دوت، وخليك تلف حوالين العالم. النادي الأهلي فريق كبير، فريق جبار. شكرا للنادي الأهلي، شكرا لكابتن الخطيب، شكرا لمجلس الإدارة، شكرا، وألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، ألف شكر للعيبة رجالة، وشكرا كولر، وشكرا كل الجهاز الفني، ألف مبروك. طبعا اللقب ال11 بطوله مهمه جدا، خليني اسالك بقى يعني الف مبروك طبعا للنادي الاهلي، شفت المباراه النهارده ازاي؟ والله احنا اللعيبه ادت اللي عليها، تحياتي اولا لقناه الاهلي وضيوفنا الكرام اللي في الاستوديو، وحضرتك يعني الاهلي يعني رجاله ببطولاته ورجاله بامجاده وتاريخ الاهلي مصر يا جماعه، الاهلي فرح كل المصريين وفرح شعب الاهلي جميعا، وحب هذه البطوله للكابتن محمود الخطيب والاداره النادي اللي وقفت ورا النادي وسندته ودعمت النادي، وكل الشكر للنادي الاهلي وجميع جماهير النادي الاهلي اللي حوالينا دي يا جماعه، كل الشكر. شفنا شوط اول شويه كان يعني في لخبطه، شوط تاني كان ايه احساسك بعد الجول؟ دلوقتي الاهلي فريق كبير بابنائه، فريق عظيم، فريق بطولات، الحمد لله على البطوله، بطوله صعبه بطوله قويه، والاهلي دايما معودنا على البطولات القويه، وبنلعب في وسط ارضهم وخدنا البطوله الحمد لله. اهلي الف مبروك طبعا فوز النهارده النادي الاهلي. خليني اسالك، شفت مين النهارده يستحق يكون رجل المباراه؟ الف مبروك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، احب احيي كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كلهم، واقول لهم يا مشرفنا في كل مكان، اسمك عالي في كل زمان، يا محل طعم الايام، يا محل طعم الايام. الاخراج طبعا فرحه جميله للمنتمين لقناه الاهلي، يعني كنا مستنيين الفرحه دي فارغ الصبر بعد الصعوبات اللي مرينا بيها، بصراحة كنا مستنين الفرحة من بدري قوي، يمكن لأن زي ما قلنا وزي ما قالوا كباتننا، ناس كتير جدا شككت في رجوع النادي الأهلي مرة تانية، كنا مستنين اليوم ده بفارغ الصبر. الحمد لله تحقق، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا كرم كبير جدا وعوضنا عن النهائي والظروف اللي حصلت السنه اللي فاتت وعدم تكافؤ الفرص وظلم باين النادي الاهلي. الحمد لله ربنا اراد ان ناخد البطوله من نفس المكان معانا كمان، خلاص بقى فرحه لعيبه النادي الاهلي بعد الوصول للمطار، وان شاء الله بقى يستقلوا الطياره اللي هترجعهم من بكره الصبح ان شاء الله على مصر. بطوله غاليه جدا جدا جدا،
وخلاص بقى دي المحطة الأخيرة في البطولة كانت النهاردة. الحمد لله رب العالمين قدر النادي الأهلي يحسمها زي ما حضراتكم شايفين. اللعيبة إن شاء الله في طريقها لإنهاء الإجراءات وركوب الطيارة اللي ترجعهم بإذن الله رب العالمين لبلدهم الغالية العزيزة مصر. لازم نشيد بكولر النهاردة، ما خدش حقه النهاردة كولر. يعني الماتش اللي فات انتقدناه في تأخير التغييرات لآخر دقيقة كانت 87. النهاردة التغييرات كانت بدري عن المباراة اللي فاتت. صحيح. والنهاردة يعتبر برضو غير طريقة اللعب من 4-3-3 ولعب 4-2-3-1، نشط الناحية الهجومية. فالنهاردة التغييرات كانت موفقة وعمل الصح، عشان كده ربنا كافئ النادي الأهلي رغم الفرص القليلة النهاردة النادي الأهلي يعني. لكن الركلة الركنية، ضربة الركنية كان فيها توفيق، فبرضو النهاردة كولر لازم ياخد حقه. خلي بالك كابتن اسامة، والماتش ده الفرص جت بعد 1-1 يعني. فرص النادي الأهلي يمكن كانت بعد 1-1 بعد ما جبنا الجول الماتش اتفتح تماما، ممكن تسجل بعد 3-4 جوان. محمد شريف جات له فرص، احمد عبد القادر جات له فرص، لكن في الملعب ممكن يبقى فيه ضغط عصبي، في توتر، في استعجال، فممكن تعذر اللعيبه في الوقت ده. لكن لا قدر الله كانت الدنيا اتقلبت، كانت ممكن يعني ما تبقاش الامور ماشيه بشكل كويس، لكن كان ممكن الاهلي يحسم المباراه ويفوز فيها، ما تبقاش نتيجه التعادل 1-1. لكن في النهايه برضو عشان لازم كولر ياخد حقه على مدار البطوله. خسر من سان داونز وكان بيفتح الجيم وقتها زي ما لعب ريال مدريد وفلامينجو. فلامينجو عرف بعد كده يغير طريقه اللعب وتطور هو كولر على المستوى الدفاعي. صح. لما بدا يلعب 4-3-3 وتغير شكل النادي الاهلي بعد الهزيمه من سان داونز، ودي كانت مفتاح تغيير النادي الاهلي للبطوله. نقطه تحول مهمه جدا لما تقابل الرجاء في المغرب، لما تقابل الترجي بالشكل الجديد اللي انت لعبت بيه والطريقه 4-3-3 وتحفظ اللعيبه وتدخل واحد من الصفقات الجديده زي مروان عطيه عندك ثقه فيه ويدخل جوه الفرقه، فاكيد ده يحسب لكولر. طبعا اعتماده على مصطفى شوبير في المباراه الاولى ده يحسب لمدرب حراس المرمى. صح. انك انت يبقى عندك اللعيبه كلها جاهزه، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير الحارس يعتبر الثالث وقتها، ويلعب مباراه زي دي بالحجم ده، يبقى الناس كلها شغاله كجهاز فني. برضو النهارده شاف محمد مجدي قفشه برضو كان ليه دور مهم جدا. الكابتن علاء قال اتمنى محمد مجدي قفشه ينزل النهارده، كان الكلام بين الشوطين. ومحمد مجدي قفشه فعلا عمل فرق في لعيب عرف يستحوذ على نص الملعب يهدي لك الريتم شويه، السرعه انت فيها كره كانت مقطوعه كتير، وكان بينزل يحضر لعب ويعمل باصات قصيره وتطلع الهجمه بشكل كويس. فمحمد مجدي قفشه النهارده واحد من التغييرات اللي نزلت اضافت وغيرت شكل النادي الاهلي للافضل خلال الشوط الثاني. صحيح. كابتن الخطيب في التهنئه بتاعته قال في الاخر ان ده بيحملكم مسؤوليه مضاعفه كمان الفتره اللي جايه. ال 12 يا اهلي. لا هو طبعا كابتن خطيب في لسه الموسم ما انتهاش. في لسه كمان بطولات، يعني انت يمكن وضحت لي ان دلوقتي في ماتش السوبر مع اتحاد العاصمه. ده هيبقى في شهر اغسطس ان شاء الله. ده غالبا ان شاء الله هيبقى من 11 ل 13 اغسطس. من 11 ل 13 اغسطس. يعني انت عندك ثلاث بطولات لسه شغال فيهم. دوري، كاس مصر. لا بس اغسطس ده هيبقى الموسم الجديد. لا ما هو في كاس مصر لسه، في تكمله لكاس مصر. انت شغال في كاس مصر، الدور التمهيدي، فانت هتخلص دوري على نهايه يوليو ان شاء الله، وبعدين عندك كاس مصر، وبعدين عندك كاس السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه. لا السنه دي يعني هتخلص بالدوري وهتلعب الكاس، وممكن يخلص في الموسم الجديد الكاس. مش هيكمل. لا مش هيكمل. السوبر الافريقي ان شاء الله مع اتحاد العاصمه الجزائري هيبقى في شهر 8، ده هيبقى مفروض من الموسم الجديد برضه. فانت عندك لسه ان شاء الله كم بطولات خلال الفتره اللي جايه. بطوله زي دي بتفتح لك بطولتين، كاس عالم انديه وبتفتح لك السوبر الافريقي. بس خلي بالك انت هتكمل لحد، لان انت عندك ماتشات متاجله كتير، انت هتكمل لحد يوليو. ما انت خلي بالك انت عندك ضغط ماتشات جايه خلال الفتره اللي جايه بقى في الدوري المصري. الدوري المصري يبقى عندك ضغط ماتشات، وهي دي بقى البدائل اللي كان بيعملها وروتيشن اللي بيعمله كولر. ان بتجهز كل الناس بحيث الناس كلها تبقى جاهزه معاك، وعلى ما اعتقد هيدي يبدا يدي فرص. انت عندك توقف خلال الايام اللي جايه دي، المنتخب، الاجنده الدوليه، فرصه اللعيبه تفرح وتلتقط انفاسها. عندك لعيبه ممكن تفضل هناك في المغرب عشان المنتخب الوطني.
لا انا بفكر في المرحله اللي جايه انت كده مش هيبقى عندك توقف بين الموسمين. لا عندك تنتقد الانفاس هتخلص في يوليو. في يوليو ما انت زي ما عندك لسه انسحاب البطوله العربيه. النادي الاهلي سبب انسحابه من البطوله العربيه اللي هتكون في السعوديه ان هو يبقى عنده الراحه ما بين الموسمين انك تدي فرصه للعيبه. وعندك فرصه ثانيه اكبر تحسم بطوله الدوري بدري. لو عندك اخر ثلاث ماتشات في الدوري ممكن تريح بعض اللاعبين وتدي فرص للناس اللي ما لعبتش. لا السناد الاهلي ان شاء الله عنده فتره انه يقدر يريح فيها. يا رب ان شاء الله رب العالمين. كده خلصنا كل كلامنا. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر العباس للحديث عن الحالات التحكيميه. انتظرونا. التجمع الخامس يا كابتن ايمن برحب بيك مره ثانيه. الف مليون مبروك النادي الاهلي بطلا لدوري ابطال افريقيا للمره ال11 في تاريخه. وطبعا فرحه عارمه. يمكن قلت لك قبل طبعا المباراه ان شاء الله فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس يبقى وشه حلو النهارده على النادي الاهلي ولعبته. والحمد لله طلع النادي الاهلي طبعا فرع التجمع وشه حلو جدا والاهلي بطلا لدوري ابطال افريقيا. طبعا فرحه عارمه اول بطوله بنحتفل بيها من داخل الفرع الاخير للنادي الاهلي. زي ما انت سامع يا كابتن ايمن يعني حواليا حماس كبير فرحه كبيره. خلينا نشوف كده اراء الناس. خليني اقول لك رايك النهارده في المباراه رغم كل الصعوبات. جمهور صعب جدا يعني شفنا برضو بعض الاخطاء التحكيميه كل حاجه النهارده ولكن الاهلي قدر ان هو يتخطى كل ده ويبقى بطل دوري ابطال افريقيا. الحمد لله الحمد لله. الاهلي هو الاهلي. الاهلي دايما بطل. احنا دلوقتي بنفكر هنلعب مان سيتي ازاي. اول مره نحتفل بالاهلي التجمع الخامس تقول ايه النهارده فرحه كبيره جدا اول بطوله داخل فرع جديد النادي الاهلي. تقول ايه اللعيبه مجلس الاداره كل الجهاز الفني الاداري تقول لهم ايه؟ نقول لهم الف الف مبروك بمناسبه الماتش. معلش صوتي رايح. اصغر مشجع اصغر مشجع ايه اصغر مشجع الف مليون مبروك الف مليون مبروك ربنا. قول لنا النهارده رايك ايه النهارده في اداء اللعيبه. يمكن ما كناش موافقين قوي الشوط الاول الحمد لله دايما لعيبه الاهلي طبعا يعني رجاله وقدروا ان هم يخطفوا الاميره السمراء المره الحلوه. الاهلي رجاله وطول عمرهم هيفضلوا رجاله. عوضنا الماتش اللي كان هنا بفضل مجهود اللعيبه دي كلها. احنا طول عمرنا فوق. فريق كبير فريق عظيم ادينا عمر برضه قديم. لسه طبعا يا كابتن ايمن مكملين احتفالاتنا من داخل فرع النادي الاهلي بتجمع الخامس. كل الاعمار السنيه موجوده زي ما احنا شفنا اصغر مشجعه اهلاويه رجاله يعني نساء كل الاعمار السنيه موجوده. كله كان مقرر ان هو يؤازر النادي الاهلي النهارده. تقول ايه النهارده لعيبه النادي الاهلي؟ الف الف مبروك الفوز وعبال كل بطوله ان شاء الله احنا كنا نستحقها الحمد لله. الحسم اتاجل من الماتش الاولاني بس الحمد لله لعيبتنا كانت رجاله وابطال وان شاء الله بامر الله المزيد من البطولات. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر مشرفنا. تحياتي ليك كابتن ايمن. تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن علاء ميهوب كابتن اسامه عرابي كابتن بلال كابتن اسامه حسني. استاذنا كابتن ناصر معلش في البدايه معانا تهنئه ومداخله خاصه من الاعلامي الاستاذ احمد موسى. نقول صباح الخير والف الف مبروك يا استاذ احمد. كابتن ايمن شوقي اولا مبروك وكابتن اسامه حسني اسامه حسني اسامه عرابي كابتن بلال كابتن علاء ميهوب والكابتن ناصر عباس مبروك النادي الاهلي. وطبعا اولا بشكركم عاملين ليله جميله جدا جدا جدا. الله يخليك. خلصت وجيت عمال اتابعكم طبعا. ربنا يخليك. اتابع كازابلانكا والاغاني الجميله اللي انتم عاملين يعني ما شاء الله شغالين عليها وكل النجوم جايب لنا طبعا احتفالات فرقتنا وابطالنا اللي عملوه النهارده. هو ده الطبيعي هو ده النادي الاهلي لازم نبقى عارفين كده. انتوا قدوه وكمان مصر كلها النهارده ميزه الاحتفال النهارده البلد كلها كانت عايزه تفرح. الحمد لله رب العالمين. كلها في الشوارع لحد دلوقتي. انا عايز اقول لك كابتن ايمن المراسلين بتوعنا موجودين في كل حته عمالين يبعتوا لي فيديوهات كل شويه. مش عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله هو ده النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين. نادي القرن. فرحه طاغيه زي ما قلت حضرتك بالظبط ولكن هو ده النادي الاهلي. هو النادي الاهلي هو اللي بيفرح شعب مصر. هو اقول لك مصر كلها فرحانه العالم العربي كله فرحان. انا ليا اصدقاء كتير في الدول العربيه عمالين يبعتوا لي تهاني ومش عايز اقول لك طبعا ما شاء الله. بس ارجوكم النبي الكابتن ناصر عباس الحكم ده كان بيحكم كان فعلا شايف الماتش. الحكم اللي كان بيحكم النهارده ده أيوه. هل فعلا
الماتش بالنسبه له كان ماتش هو شرب شاي بالياسمين فعلا. لا الحمد لله الحمد لله. المهم ان احنا في النهايه ربنا نصرنا الحمد لله. اعصابنا يا راجل. هو ما كانش موجود اصلا يا كابتن. مفيش حكم كده. الحمد لله رب العالمين. لكن ربنا كرمنا انه عندنا بجد رجاله وعندنا ابطال وعندنا مدير فني محترم كولر. صحيح. مدير محترم. استاذ محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي كل ابطال النادي الاهلي ويرجعوا لنا يا رب بالسلامه ولكم كل التحيه. الف الف مبروك متشكرين جدا. الف الف شكرا يا استاذ احمد. شكرا كابتن ايمن. العفو يا فندم العفو. اتفضل يا كابتن نصر اسف المقاطعه معلش. كابتن ايمن مبروك للنادي الاهلي مبروك لمجلس الاداره بالكامل برئاسه كابتن محمود الخطيب مبروك للاعبين طبعا فرحه كبيره جدا لمصر كلها فرحه لجميع النادي الاهلي دايما كده النادي الاهلي بيفرح الكل. قبل بس ما اخش في التحليل انا بس في حاجه مهمه جدا كنت عاوز اقولها كابتن ايمن وهو كابتن اسامه حسني كابتن علاء وانا كنت قاعد في الكنترول وكانت النتيجه كانت هدف مقابل لا شيء لنادي الوداد كابتن اسامه دخل وقال كلمه جميله جدا ربنا كريم ان شاء الله هنجيب هدف التعادل. انا بكلم بامانه فعلا وبعديها الكابتن انا ملاحظ ان كل استوديو بقيت ايه بره الكابتن لا بس هقول لك على حاجه يا بلال هقول لك على حاجه سبحان الله طبيعي اسامه يقول بس هقول لك على حاجه هو اسامه اسامه في الحقيقه طبعا من المرات اسامه خلي بالك مش مجامله اسامه هو اسامه كلكم طبعا وشكم حلو على الاهلي ولكن اسامه بتحس كده ان هو يعني في حاجه كده روحانيه ربنا بيديها له يعني كفره روحانيه لا انا قلت كلكم اسامه ما شاء الله يعني ما انت قلت كلنا ما شاء الله وبعدين بس اسامه في روحانيه كده هو بيجي يقول في قعود عندنا مش هينفع يعني كلنا يا بلاش يبقى كلكم كده يعني ولا حد يزعل ولا حد يزعل اهم حاجه اسامه عبد الصمد النادي الاهلي النهارده اسامه عبد الصمد ده عبد الباسط عبد الصمد خلي الكابتن نصر المره الجايه وقعت مش كل ماتش قلت لي ما تقلقش كابتن اسامه كابتن اسامه حقيقه طبعا كل مباراه قول لي ما تقلقش يا كابتن ناصر الامور هتمشي كويس. مبروك لكم كابتن مبروك للاستوديو التحليلي مبروك لكل اللي موجودين في قناه الاهلي النهارده كابتن ايمن فرحه كبيره جدا للناس اللي بره بشكر طبعا كتيبه العمل اللي بره كابتن بلال بامانه عملوا شغل عالي جدا جدا يعني مش عاوز اقول لك الموقف انا شفته فرحه فعلا فرحه حقيقيه. كابتن ايمن الحكم مملكه وانا كما توقعت يا بلال يمكن انا قلت عشان تقيم الحكم لابد انك انت تقيمه في هذه المباراه. اي حد طلع قال كلام قبل المباراه كابتن علاء في اللي طلع قال لك حكم امين وانا بستغرب هو قال حكم امين المفترض ان كل الحكام يبقوا امناء ولكن انا كان نفسي اللي يطلع يقول حكم كان لابد ان يكون بيتكلم على الشخصيه التحكيميه دي اهم حاجه في الحكم يا بلال. انا توقعت ان الحكم هيكون اداؤه كده وقلت يا كابتن بلال مباراة صعبة وليه صعبة؟ وهقول لك ليه صعبة، أولاً نتيجة المباراة الأولى 2-1 ثانياً الجماهير هناك كابتن أسامة الجماهير هناك لابد إن هي تعمل ضغط كبير جداً بنتكلم على بطولة الوداد عاوز ياخد البطولة، إن الأهلي عاوز ياخد البطولة بكل المقاييس هي بطولة ومباراة صعبة جداً بدرجة صعوبتها وكان يجب أن يكون الحكم على مستوى الأداء. مش هتكلم كتير ولكن النهاردة بنتكلم على تاريخ حكم كابتن بلال كان النهاردة عنده إمكانية يا كابتن اسامه يسطر تاريخ النهارده خلاص فاضل لك سنه او سنتين كان النهارده كان المفروض تسطر تاريخ ليه هو ما طلعش معاش يا كابتن لا ده النهارده يا كابتن ده اتعامل معاه عقد احتراف يا كابتن بلال او كان هيسوي معاشه بالبلد يعني لا ده اتعامل معاه عقد احتراف لحد 24 بجد عقد احتراف بيتقاضى مبلغ يعني انت النهارده كان عندك فرصه عمرك تسطر تاريخ يا كابتن اسامه بهذه المباراه لو انت كان ادائك اداء كويس شخصيتك كانت شخصيه كويسه ولكن للاسف الشديد انت رجعت التحكيم الافريقي 10 سنين ورا عندنا حالات يا كابتن اسامه لو احنا عندنا وقت النهارده هنجيبها حالات فظيعه جدا جدا وقلنا شخصيه مش موجوده شخصيه ضعيفه ولكن النادي الاهلي النهارده رغم انف الحكم خد البطوله ال 11 يا كابتن خلينا نروح للحاله وانا هديك يعني هقول لك الكلام بالصوره اللي جت نشوف يا كابتن هنا هذه الحاله معلول حتى كل استغرب كابتن هنا اللي حصل لو انا معانا ماتيريال هنا معلول نجح في لعب الكوره لعب الكوره والنجم هنا عامل يا كابتن هو حط رجليه على الفاضي خبط يعني داخل برجليه اليمنى هنا في رجل معلول سقط مين اللي ادى المخالفه يا كابتن؟ حكم ما اداش المخالفه اللي ادى المخالفه هو الحكم المساعد الله ينزل اللي خلى الحكم صفر دي مخالفه هدف اللي جه منه هدف في الولاد مخالفه مش موجوده
كان لو في خطا كان هيبقى خطا على لاعب الوداد، وانا بتكلم بامانه، ولكن نتيجه ان المعيار مش موجود والثقه مش موجوده والحكم المساعد والحكم ما فيش ثقه بينهم، هدف من مخالفه مش موجوده على علي معلول. دي حاجه. الحاله الثانيه نشوفها، ودي حاجه مستغربه جدا كابتن، هنا هوريك ان هذا الحكم لعب بالمباراه مش ادارها. كابتن علاء فوق معاه شويه، مهمه جدا انك انت بتحب التحكيم. كابتن علاء هوريك موقف غريب جدا. القيام دلوقتي ده غريب، اتوضى عشان فجاه علاء سؤال. وانت لاعب بتلعب في نص الملعب، هذا اللاعب هنا سقط لوحده صح بتاع الوداد، هوريك نيه الحكم هو هنا فين يا كابتن، هنا بيعمل ايه؟ ايوه صح، بيتابع اللعب، ساب اللعب مره واحده وراح للكير. متخيل يا كابتن اسامه؟ يعني انت خلاص انت تركت ده. لو انت عندك نيه انك انت تصفر تصفر هنا، صفر هنا. تعالى شوف الصوره اللي بعد كده، تعالى هوريك الحسابات. لما جينا هنا او قربنا، هجوم واعد، هدف ممكن يجي ولا ما يجيش، ممكن طبعا. تخيل راح مصفر وسبرنت، حتى اللعيبه مش مش دعوه باللعيبه، وراح راجع على اللاعب اللي هو وقع. هل هذا معقول؟ خلي بالك هوريك النيه. نفس اللعبه مع ديانج لما كانت النتيجه 1-1، سابه واقع. تعالى نجيب ديانج كده هنا اهو. كابتن انا ما اجيبش كلام من عندي، انا عندي اللقطه هنا بتقول لي ديانج هنا، نشوف هو راح فين. جه هنا بيقول له ايه؟ قوم. بيقول له قوم. هنا احنا اتكلمنا على معيار، هل هذا معقول؟ معيار هنا مختلف، هنا بيوقف اللعب وهنا بيقول لديانج العب. دي تبين لك قد ايه هو لعب. وزي ما قلنا التحكيم مش ركله جزاء يا كابتن بلال ولا تسلل ولا كابتن حاجه كابتن اسامه، التحكيم في حاجات كتيره جدا جدا الحكم ممكن يفعلها. هنا انت سايب يعني ده تشابك، انت هنا بتمسك اللاعب وده مش من حقك تمسك اللاعب خالص. كابتن اسامه انت مش من حقك تمسك اللاعب، انت لما بتلاقي الكلام ده في التشابك حتى بيقولوا لنا حاجه واحده بس، حضرتك تبعد خالص وتفضل تشاهد عشان تشوف مين المخطئ. انما انت لما تيجي هنا شايف اللي في ظهرك، ما شفتش اللي حصل هنا. هنا في ازمه. انت هنا المفترض انت كحكم عندك خبرات، خد خطوتين يا كابتن بلال، اقف شاهد اللي بيحصل هنا وسجل عشان تقدر تعاقب اللعيبه. دي من ضمن الحاجات اللي حصلت النهارده في المباراه يا كابتن، حاجات كتيره جدا جدا. احنا مش عايزين نضيع فرحه الاهلي، ولكن النهارده لعيب الاهلي وربنا كريم جدا، ربنا النهارده كريم جدا الحمد جدا لله. ان النادي الاهلي النهارده خد البطوله 11 رغم انف التحكيم اللي حصل النهارده. التحكيم النهارده كابتن لابد يكون في وقفه للتحكيم في افريقيا. مبروك 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 للنادي الاهلي، مبروك للاستوديو التحليلي وقناه النادي الاهلي، ومبروك لكل الجماهير، ومبروك للكره المصريه. شكرا كابتن ناصر، ونشكرك شكرا جزيلا، وكالعاده امتعتنا، والف مبروك للنادي الاهلي، ودايما كده بالتوفيق يا رب ان شاء الله. وشك حلو يا كابتن علي. الله يخليك كابتن، وشك الحلو يا كابتن، ربنا يكرمك. معانا لقطه بقى بتعبر عن فرحه الشعب المصري، فرحه جماهير النادي الاهلي في الميادين والشوارع. كل الميادين اسامه الفرحه كبيره جدا جدا، وكل جماهير النادي الاهلي نزلت تغطي يمكن الشوارع كلها في جميع المحافظات على فكره. دي لقطه بس من ضمن اللقطات، انما في كل المحافظات نزلت جماهير النادي الاهلي العريضه بتحتفل بالانجاز الكبير اللي حققه النادي الاهلي النهارده، هو التتويج باللقب الافريقي رقم 11. بانتهاء الفقرة التحكيمية اعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الاهلي والوداد المغربي في لقاء الاياب لنهائي دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 وتتويج النادي الاهلي باللقب القاري رقم 11 في تاريخه. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه ومجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب، وبالتوفيق الفتره القادمه
ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن علاء مهوب شكرا كابتن، شرفتني وامتعتني. شكرا كابتن، شكرا ايمن. كابتن احمد بلال شكرا كابتن، شرفتني. ربنا يخليك كابتن ايمن، ومبروك للنادي الاهلي، مجلس ادارته، جمهوره، لاعبته، وكل من ينتمي للنادي الاهلي في كل مكان. كابتن اسامه عربي شكرا كابتن، امتعتني. شكرا ليك يا ايمن، والف الف مبروك، وان شاء الله بطولات تانية تبقى للنادي الاهلي. ونسيت انت تسالنا من نجم المباراه، فانا بقول لك محمد كل عبد المنعم. كل اللعيبه نجوم، كل اللعيبه نجوم طبعا، بس شكرا. محمد عبد المنعم نجم المباراه. ماشي كابتن اسامه. كابتن اسامه حسني شكرا كابتن، امتعتني. الف مبروك يا كابتن ايمن، ومبروك للكباتن السيد التحريري ومجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب وكل جماهير النادي الاهلي، وكمان الجمهور اللي سافر من القاهره عشان يروح يأزر الفريق، وال12 يا اهلي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليل اخر وبطوله اخرى. لكم مني اطيب المنى وورق تحياتي.